كما جرت العادة أو بكلمة واحدة العادي، الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا مرة أخرى ومرة تانية على التوالي. الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا ومن ركنية، بس المرة دي الضحية هو نادي الترجي. أداء كبير من لاعبي الأهلي وجهازهم الفني وجيل بعد جيل الأهلي في العالي. جمهور عظيم هز جبال وإدارة مهما اختلفت الأسماء تفضل محرك لكل النجاحات. عاش الأهلي نجم بعيد مفيش إيدين وصلوله. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. كعادة النادي الأهلي كبير القارة الأفريقية. نخش في الجد على طول، ومعايا على التليفون الآن يقول لك إيه اللاعب الوسط دايما اللي هو يعني اللي بيجري كتير، يعني اللي بيعمل مجهود بدني كبير، يعني يقول لك صاحب الرئات الثلاث. لكن اللي هتكلم معاه دلوقتي ده ممكن تقول صاحب الرئات الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة. وحش وسط ملعب النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن مروان عطية. ألف مليون مبروك كعادة النادي الأهلي بطل القارة. حبيبي يا كريم الله يبارك فيك، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، مبروك للعيبه والجهاز ومجلس الاداره، ومبروك تاني مره للجمهور اللي شرفنا النهارده وشرف بلد. الف مبروك يا اخي. انت برضو غريب في الملعب بصراحه، انت في كل جزء في ارض الملعب موجود النهارده. عملت مجهود قبل المجهود الفني الرائع كعادتك، يعني مجهود بدني خرافي جدا يا مروان بصراحه. حبيبي ربنا يخليك، ده كرم ودعوات والدي ووالدتي الله يرحمهم طبعا عليا ورضاهم عليا. وطبعا بشكر، واكيد طبعا مش بلعب لوحدي في الملعب، اكيد بشكر زمايلي طبعا كلنا النهارده على قلب رجل واحد، كلنا كنا خايفين على بعض وخايفين على البطوله وعلى الكاس، والحمد لله طبعا كلنا مجهودنا بالفوز وبفرحه الجماهير وفرحه اللعيبه وفرحه اهالينا، والحمد لله يا رب دايما بما نعمه كده علينا وعلى النادي الاهلي بجميع بطولاته، وكل سنه ناخد بطولات ان شاء الله. النهارده الهدف الاهلي المبكر خلى النادي الاهلي شويه يلعب بدفاع متوسط، وخلى الدور عليك بقى صعب جدا انت ولاعيبي الوسط تحديدا. النهارده عملتوا مجهود بعد الهدف كبير جدا يا كابتن مروان. حسيت بصعوبه في المباراه امتى؟ اكيد طبعا احنا كنا نقدر الشوط الاولاني نجيب جول اثنين وثلاثه، صح، بس الحمد لله يعني كويس ان احنا طلعنا بجول الشوط الاولاني، وبالذات في اول ربع ساعه كانوا اهم ربع ساعه في الماتش، هم اول ربع ساعه وقدرنا الحمد لله ان احنا نجيب فيهم جول. احنا كنا مركزين ان احنا ننزل اول ربع ساعه نجيب جول، وفي نفس الوقت مهما يحصل جبنا ما جبناش ما يخشش فينا، والحمد لله قدرنا نجيب جون ونحافظ على تظبيط شباكنا، يعني الحمد لله يعني فرحنا كمهير وقدرنا ناخد البطوله. في لحظه تغييرك كان معايا بعض الاصدقاء بنتفرج على المباراه، كله فتح بقه قال لا مروان عطيه، فانا قلت لهم انا اعتقد ما فيش لعيب في الكون هيقدر يعمل المجهود البدني اللي مروان عطيه لعبه ده كله والمفروض يكمل. انت كنت خرجت لاسباب بدنيه اكتر منها اسباب فنيه، مظبوط؟ والله اكيد طبعا. انا فاهم انت كنت عامل مجهود كبير. الحمد لله طبعا، اكيد لو فنيا دي وجهه نظر الكوتش طبعا طبعا هنحترمها، وثانيا لو بدني برضه الكوتش وجهه نظر او شايف ان في تعب او ان مروان خلاص يعني عمل اللي عليه، عمل الدور مع شباب عنده جهد نفس اكتر، والحمد لله يعني الناس اللي بتنزل الحمد لله بتأدي يعني كلها وكلنا على قلب رجل واحد يعني الحمد لله. مروان احساسك ايه وتاني بطوله افريقيه بتحط في رصيدك على التوالي؟ ده اكيد طبعا احساس كبير واحساس عظيم، وفخور جدا ان انا بلعب في النادي الاهلي، وفخور جدا ان انا واخد بطولتين دوري ابطال افريقيا وشارك فيهم بمجهودي وبعلقي اكيد طبعا، وبشكر اللعيبه كلها كانت رجاله من اول البطوله لاخر البطوله، كان علينا ضغط مركب صعب جدا وفترة صعبة جدا، بس الحمد لله قدرنا نكللها بمجهودنا وفرحة الجمهور، وفرحنا الجمهور ومروحين ومبسوطين، واحنا مروحين اهالينا واحنا صحيح الحمد لله. وسط ملعب مليان بالنجوم في النادي الاهلي وانت محافظ على مكانك دايما، ودايما في انسجام بينك وبين اي حد بيلعب جنبك. اكيد طبعا ده بيبقى توفيق من عند ربنا وكرم طبعا من عند ربنا، وشغلك واجتهادك في الملعب وتنفيذ التعليمات، والحمد لله كلنا اخوات، واي ثلاثه يلعبوا في الملعب بيشيلوا في الملعب، واي حد بيبدا كلنا بنشيله، واي حد برضه بينزل كلنا بنشيله، كلنا على قلب رجل واحد وكلنا بنشيل بعض، وكلنا في سيستم ومنظومه واحده شايلين بعض وكلنا واحد الحمد لله. بصراحه يا مروان كده واحنا فرحانين كلنا ومصر كلها فرحانه النهارده، بيبقى في زعل بينكم وبين بعض اللي بيلعب واللي ما بيلعبش زي ما بعض الناس بتقول؟ لا اكيد، بص اكيد ما فيش لعيب عنده غيره على فرقته، وما فيش لعيب في نهائي زي ده عايز يقعد بره، اكيد كل لعيب عايز يبدا، كل لعيب عايز يلعب اكيد طبعا، واي لعيب
عنده طموح وعنده شغف وعنده اصرار اللي هو يبقى حاجه كبيره لازم يزعل. بس في زعل انك تزعل انك ما بتلعبش وعايز تشارك وعايز تسند فريقك، وفي زعل مش كده. لكن احنا عامه في الفرقه زعلنا كله زعل صحي. الغاء زعل كله ان كل لعيب عايز يلعب عايز يشيل فريقه. صح. ودي حاجه يعني حلوه في فريقنا ان احنا كلنا عايزين نلعب، كلنا عايزين نشيل الفرقه. فدي حاجه كويسه وبتعود على الفرقه طبعا ان اللي بيلعب واللي بينزل بيأدي زي اللي بادئ. يعني صح. اللي بادئ واللي بينزل الاثنين زي بعض. صحيح صحيح. الغياب الحاضر النهارده علي معلول كمان النهارده عمل معاكم دور عظيم جدا في البطوله، بس غاب النهارده وغاب المباراه الماضيه معظمها يعني. اكيد طبعا اكيد علي معلول طبعا خلك بشكره وبقول له الف سلام وبشكره طبعا على تعب معانا السنه دي. فعلا هو يستاهل كل خير، علي لعيب كبير وبنتعلم منه وبنتعلم من خبرته، واكيد فرق معانا بشكل كبير. بس الحمد لله قدرنا نهدله البطوله ونفرحه يعني، وهو في بيته وقاعد بيتفرج علينا، فالحمد لله قدرنا نفرحه الحمد لله. اخر حاجه تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في الملعب والمتواجد في كل مكان في مصر؟ اقول لهم بشكركم طبعا على دعمكم لينا ودعمكم للفرقه ودعمكم اللي هو اللي انتم ظاهرين طول الوقت، والحاجه وعلى الحاجه الشريفه اللي كانت في الاستاد النهارده، وانتم كنتوا اللاعب رقم واحد. الحمد لله قدرنا نروحكم مبسوطين الحمد لله. مروان الف مليون مبروك وحش وسط ملعب النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما متالق انت وكل زمايلك فرحتونا النهارده. معايا عبر الهاتف في الان ايضا راجل ناشط جدا دايما في مجلس اداره النادي الاهلي، الراجل اللي تحسه مشجع قبل ما يبقى معاه منصب اداري مهم في مجلس اداره النادي الاهلي، مهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا فندم مشرف ومنور والف مليون مبروك كما جرت العاده. حبيبي يا كريم، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين، ومبروك علينا جميعا الحمد لله. يعني يوم جميل وانجاز كبير لتاريخ النادي الاهلي على مستوى قاره افريقيا وعلى المستوى القاري والعالمي، ومبروك لكل جمهور مصر. يعني بطوله تضاف لسجل انجازات الرياضه والكره المصريه. انا بس اللي انا نفسي افهمه ونفسي اعرفه ونفسي يبقى ليه تفسير منطقي، ازاي قادرين تحافظوا على كل هذه النجاحات بهذه الاستمراريه العظيمه؟ لا لسه كنت من شويه هبدا اقول انه ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم او اي نادي في العالم بمختلف القارات، انه نادي يقدر على مدار 117 سنه كل موسم هو مفرح جماهيره بعدد كبير من البطولات، اكتر من معدل بطوله في الموسم الواحد، ازاي قادرين تعملوا ده بمختلف الاسماء اللي جت على الاداره وعلى الاجهزه الفنيه وعلى اللاعبين؟ والله يمكن يا كريم السر ده يعني، او كلمه السر ده، ان انت دايما بتحط مصلحه النادي الاهلي يعني فوق اي حاجه، فوق اي اعتبار. يعني دايما الحمد لله، وده شيء متوارث يعني مش بقول بس كمجلس ادارتنا الحالي او السابق اللي كنت بتشرف اني كنت واحد منه برضو، لكن على مدار جميع مجالس الادارات السابقه الحمد لله دايما في نظام، في سيستم محطوط، كل واحد عارف شغلته ايه واختصاصه ايه، وكله بيعلي مصلحه النادي الاهلي قبل اي شيء. فالحمد لله ده الشيء المتوارث اللي ماشيين عليه من زمان، وده بيكون سر النجاح. وطبعا يعني قبل كل ده جمهور النادي الاهلي ما شاء الله، يعني جمهور طول عمره في ظهر فرقته في الوحش قبل الحلو. احنا فاكرين وقت بطوله 2019 ولما خرجنا من دور الثمانيه وسان داونز والناس كانت متضايقه ازاي، وشوف سبحان الله الجمهور سقف للعيبه بعدها ووقف في ظهرهم ووقف في ظهر مجلس الاداره، وبعدها ما شاء الله يعني من ساعتها انت بتطلع كل البطولات، بتطلع النهائي في كل بطوله وبتحقق الحمد لله اربع بطولات، فيعني من اصل خمس نهائيات كنت فيها، فالحمد لله ربنا كريم جدا يعني. النهارده المباراه الحمد لله تسهلت في البدايه، بعد كده طبعا بطبيعه الحال كلنا كنا تحت ضغط عصبي كبير جدا. ايه اصعب لحظه عليك مرت النهارده؟ لا بصراحه هو 90 دقيقه كلها، لان انت يعني النتيجه 0-0 دايما الناس بتشوفها ان هي نتيجه كويسه بره الارض، بس انا بقلق منها جدا. نتيجه 0-0 انت طول ما انت ما سجلتش بره ارضك برده بيبقى في ريسك كبير ان انت في اي وقت ممكن تيجي تستقبل هنا هدف يعمل لك مشكله كبيره. صحيح. فحتى بعد ما جبنا الهدف الحمد لله انه يعني الهدف جه في الاول، ربنا كريم ف يعني سهل كتير، لكن كنا طبعا نفسنا يجي هدف تاني نطمن اكتر، فكنا علينا على اعصابنا لحد اخر دقيقه يعني
صحيح اللعيبه عندنا ما شاء الله لعيبه رجاله وعندها من الخبرات ومن الثقه ان هي يعني ما تستقبلش اهداف في وقت حرج زي ده وفي ماتش مصيري زي ده، لكن الكوره مش مضمونه يعني، ممكن في اي لحظه يبقى في مفاجاه وتتباغت بهدف، فالحمد لله يعني كان توفيق ربنا موجود معانا قبل اي شيء. صحيح. النهارده مارسيل كولر بياخد بطوله جديده مع النادي الاهلي وانجازات متتاليه في وقت قصير جدا. مارسيل كولر كان اختيار عظيم من مجلس الاداره. طبعا يعني هو بص الحقيقه ده يعني كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي الاهلي ومفاوض بملف كره القدم مجلس الاداره، راجل اعتقد يعني ادار وبيدير الملف بشكل اكتر من ممتاز، والنتائج والارقام اللي بتتكلم والاختيارات، لان ده جزء من السيستم والشغل بتاع الكوره، الاختيارات المديرين الفنيين، اختيارات الاجهزه الفنيه والاداريه، اللاعبين. فالحمد لله يعني هو كان اختيار موفق طبعا، الحمد لله كنا متوفقين فيه، وكان وفي توفيق يعني، انت ممكن تختار مدربين اسامي كبيره وممكن ما يحصلش انسجام مع الفرقه، مع الكره المصريه، مع طبيعه الكره الافريقيه. فالحمد لله كولر يعني كان يعني اختيار متميز وكان موفق وفاهم كويس قوي وراجل ذكي وبيدير المباراه بشكل اكتر من رائع، فالحمد لله يعني. وكله طبعا قبل يعني كل الكلام ده توفيق ربنا معانا الحمد لله. المهندس محمد كمان النهارده بعد المباراه مباشره تهنئه محترمه جدا من نادي الزمالك للنادي الاهلي مثل ما فعل النادي الاهلي منذ ايام بعد فوز الزمالك بالكونفدراليه، وعوده رائعه جدا للعلاقات بين ناديين كبيرين. لا دي حقيقه الحمد لله، بنشكرهم طبعا جدا، ناس محترمه ومجلس اداره محترم وكلهم يعني اصدقاء واخوات، والحمد لله يمكن الاسبوع اللي فات هم كسبوا الكونفدراليه وباركنا لهم، وفعلا هم النهارده باركوا لنا، واعتقد ده شيء مشرف لمصر يعني، يكون الفرقتين في السوبر الافريقي فرقتين من مصر، دي حاجه مشرفه على مستوى الانديه في الكره المصريه، وحتى على احنا على الصعيد الشخصي يعني علاقتنا طيبه يعني. يعني انا باركت الاكثر من عضو مجلس اداره علاقتي بيهم طيبه، حتى في يعني في مكالمات او رسائل ما بيننا لما كسبوا، وهم عملوا نفس الحاجه النهارده برضو كلموني وبعتوا لي، ف يعني حتى قصدي بعيد عن الرسميات وبعيد عن الميديا يعني، حتى يعني في علاقات طيبه شخصيه يعني الحمد لله. واعتقد ده يعني المنافسه الشريفه، المنافسه الراقيه بتفضل مستمره ما بيننا بشكل محترم وشكل يفيد الكره المصريه في النهايه. صحيح. المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة أخرى ألف مليون مبروك الفوز اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ النادي الأهلي. واحدة واحدة بقى وامشي معايا سنة سنة. أول حاجة جت في بالي النهاردة وأنا بسمع الأغاني والهتافات من جماهير النادي الأهلي، أنا جاي في الطريق أصلا الشوارع كلها زحمة والشوارع كلها واقفة وجماهير النادي الأهلي بتشجع وجماهير النادي الأهلي بتهيص وفرحة حلوة، البلد فرحانة النهاردة زي ما كانت فرحانة من كام يوم بفوز الزمالك. بس أنا في سؤال نفسي أسأله لجماهير النادي الأهلي، في سؤال من قلبي والله نفسي أسأله لجماهير النادي الأهلي، هو إيه حكاية على الحلوة والمرة معاه؟ في أغنية جماهير النادي الأهلي بتغنيها بتقول على الحلوة والمرة معاه، هي فين المرة؟ يعني أنتوا جبتوا المرة دي منين؟ يعني المرة دي لو حصلت في تاريخ النادي الأهلي فده حدوث نادر، يا بختكم بالنادي الأهلي ويا بخت النادي الأهلي بيكم، انتم المفروض تبقى الأغنية على الحلوة والحلوة معاه، على الحلوة والحلوة معاه، جمهور على طول سعيد، جمهور على طول مبسوط. 150 بطولة، 150 بطولة في 117 سنة، يعني أكتر من بطولة في الموسم الواحد، بمعدل يقترب من بطولتين في الموسم الواحد على مدار ايه بقى؟ 117 سنة. هتلي نادي في العالم، وهذه ليست مبالغة، هتلي نادي في العالم عنده هذه الاستمرارية العظيمة ازاي كده؟ 150 بطولة في 117 سنة، يعني صباح الخير يا موسم ببطولتين. طب ريح شوية، لا مش مريح. طب يا اخي سيب حاجة، لا مش سايب. طب يا اخي ما هو في ظروف والناس كلها بتمر، ما بتمرش عليا. ده النادي الاهلي تاريخ خرافي من النجاحات. مين اكبر نادي واعظم نادي في العالم طبعا على مستوى اللاعبين التاريخيين والاسماء الكبيره في العالم في اوروبا؟ ريال مدريد.
ريال مدريد كسبان في تاريخه كله 103 بطولة، وتاريخ إنشاؤه 1902، أقل من معدل الأهلي بكتير، يعني أقل من بطولة واحدة في الموسم الواحد. عشان بس أنا بديك أسماء ليه؟ طبعا أنت هتقول لي أنت دلوقتي بتقول لي الأهلي أحسن من ريال مدريد، لأ، كان كل واحد على مستوى القارة بتاعته. بس مين نادي في العالم على مستوى القارة بتاعته عنده الاستمرارية اللي فيها النادي الأهلي أفريقيا ومحليا؟ حاجة تهبل، حاجة مش طبيعية. ودايما بقول النادي الأهلي نفتخر به دائما وأبدا، لأنه مؤسسة مصرية ناجحة تحافظ على استمرارية النجاح ببراعة شديدة. أنت النهاردة بتتفرج على المباراة وداخل المباراة حاطط نسبة 90% الأهلي هيكسب، 10% ممكن يخسر، دي كورة. بس بقى العادي إن الأهلي يكسب، العادي إنه الأهلي يحتكر البطولات الأفريقية، يحتكرها احتكار، ده اسمه احتكار، بس احتكار صحي نحبه نفرح بيه. البطولة دي بتاعتي أنا، النجم اللي في السماء عالي ومفيش إيدين طيلاني. إيه الاكتساح ده؟ إيه الروعة دي؟ ولا مارسيل كولر؟ أنا هقول الكلمة دي وقلتها قبل كده، ده في رأيي أنا، رأي كريم، إن ده أعظم مدرب أجنبي جه في تاريخ كرة القدم المصرية. عبقري عبقري، النهاردة بيحرك كل حاجة زي الشطرنج، عامل زي أنشيلوتي كده مع ريال مدريد. أنا هعرف أنا كسبان، أنا هعرف أرصص اللعيبة في الدفاعين كويس، أنا خسران أنا هعرف أتحول هجوميا بشكل قوي جدا، أنا عايز أصير المباراة زي ما أنا عايز هعمل كده بالظبط. شطرنج، تغييرات ايه وحلاوه ايه، تشكيل ايه اللي في البدايه، تكتيك ايه. راجل جامد جدا جدا في فتره قليله جدا، عامل تاريخ عظيم مع النادي الاهلي. ولا اللعيبه بقى، ايه اكرم توفيق النهارده ده، ويا سلام على محمد هاني المونديالي. محمد هاني نسخه كاس العالم للانديه شفناها النهارده، وكل اللعيبه النهارده رجاله، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، كريم فؤاد اللي شال مهمه صعبه جدا مكان علي معلول، وسام ابو علي، حسين الشحات، بيرسي تاو، واللي نزلوا بدلاء طبعا، وامام عاشور. كل اللعيبه النهارده عملوا اداء عظيم وكبير. اسم واحد بس ما قلتوش في الاسماء دي، واحد بس، عشان ده ليه حكايه لوحده، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي عمله في البطوله دي يقترب من الاعجاز. اعجاز. انا محافظ على نظافه شباكي في كل المباريات اللي لعبت فيها افريقيا، انا محافظ، انا كده كده مقفلها لك ضبه ومفتاح. ده واحد، انت بتلعب عشان خاطر والدك، ده قبل ما يلعب اصلا ضغط. انت اصغر من انك تشيل مسؤوليه النادي الاهلي في الوقت الصعب ده، ضغط. انت ما ينفعش تكون بديل احسن حارس في مصر وحارس مصر الاول محمد الشناوي، ضغط. انت ما تقدرش تلعب قصاد جماهير كبيره من منافسين ومن فرقتك، ضغط. كل ده تخطاه، تخطاه ببراعه شديده، براعه خياليه. هذه البطوله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي تحسب اولا لمصطفى شوبير، تحسب اولا لمصطفى شوبير. ده بالنسبه للقدرات الفنيه. تعال بقى بص القدرات الاخلاقيه، قدرات قائد لسه صغير في السن، قائد، قائد حقيقي. راجل بيعمل ايه النهارده؟ المباراه خلصت وانا فرحان والمنافسه صعبه، وانتوا عارفين المنافسه دايما مع فرق شمال افريقيا بيبقى فيها شد وجذب، وهكلم النهارده على الروح الرياضيه العظيمه اللي كانت في المباراه. بس كل الامور دي هوريك لقطه دلوقتي بمليون جنيه تعرفك العقليه بتاعت مصطفى شوبير، اللي هتخليه واحد من اهم كباتن النادي الاهلي في المستقبل. لعيب كبير، العقليه دي اللي مخليه مادي بشكل كويس بعيد كمان عن الفنيات، اللي هو واضح انه حارس موهوب، خلاص دي احطها على جنب. اعرض لي الحاله او الصوره او الفيديو او المنظر الرائع ده، عشان بس الصوره ممكن ما تبقاش واضحه لحضرتك. مصطفى شوبير بعد المباراه طلع اتوبيس لاعبي الترجي عشان يواسي لاعبي الترجي ويواسي حارسهم الشاب ماميش في صوره رائعه خياليه فيها روح رياضيه. هذه اللقطه خاصه لرقم 10، صوره عظيمه. ايه الجمال ده؟
يا اخي انت مش مكفيك الروعه اللي انت عملتها في البطوله، لا كمان ده انت طالع تعمل دور من ادوار كباتن النادي الاهلي في كل انواع الروح الرياضيه، في النضوج، في الشخصيه، في الاحترام للخصم. ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ برافو مصطفى شوبير بصراحه، تسقيفه كبيره بصراحه، تسقيفه كبيره يستحقها مصطفى شوبير على مجمل اعماله في هذه البطوله، على مجمل ما قدمه مصطفى شوبير مع النادي الاهلي منذ اصابه مين؟ اصابه محمد الشناوي. اصابه محمد الشناوي، عارف يعني ايه اصابه محمد الشناوي؟ انت رايح تخش بديل مكانه، انت داخل مكان افضل حارس في مصر، افضل حارس في مصر، مسؤوليه في منتهى الصعوبه، وانت ايه ده؟ انت رايح تحرس مرمى النادي الاهلي، يعني افضل حارس في مصر وبتحرس مرمى النادي الاهلي مكانه، فاصعب الظروف الممكنه. فتسقيفه لمصطفى شوبير. بالمناسبه مصطفى شوبير بعد اللقطه دي قال انا ما كنتش اعرف امان مميش حارس الترجي من قبل، وقال ان انا تشرفت بمعرفته منذ لقاء الذهاب، وقال عليه انه حارس كبير ومستقبل الكره التونسيه والافريقيه. قال انا عارف ان الاحساس اللي بيشعر بيه الان احساس صعب جدا، وفي الحقيقه امان مميش قدم بطوله استثنائيه وهو من افضل حراس البطوله، واتمنى له التوفيق وابارك له على ادائه طوال هذه البطوله. واتسال هو مصطفى شوبير، اتسال شايف مين افضل حارس في البطوله؟ قال هختار امان الله مميش. سالوه تختار مين افضل حارس في هذه البطوله؟ قال اختار امان الله مميش. في كده يا جماعه؟ ايه العقليه دي؟ الطبيعي عارف كان ممكن يقول لك ايه؟ انا ممكن ما اختارش انا، لا دي نسيبها بقى للكاف، الجمهور هو اللي يقول، عارف انت بدل ما هيقول نفسه فيقول الكلام ده، لا ده قال لك امان الله مميش هو افضل حارس، وبالمناسبه مصطفى شوبير هو افضل حارس، هو امان الله مميش عمل بطوله خرافيه هو الاخر مع الترجي، بس لا مصطفى شوبير احسن حارس، اقولها انا عشان هو مش هيقولها. روعه روعه النادي الاهلي، كل حاجه حلوه. ايه جمهور النادي الاهلي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الناس من الساعه 4 ماليه المدرجات عن اخرها، مباراة الساعه 8 الساعه 4 الاستاد كان متقفل، هاتوا لنا يا جماعه الصور بتاعت الجماهير قبل المباراه. الاستاد متقفل ضبه ومفتاح. وبعدين بصراحه يعني الهدف اللي جه مبكر ده، دايما انا بقول الهدف المبكر اللي بيجي من النادي الاهلي ده بيبقى هدف جمهور. شويه الحماس اللي مديه الجمهور للعيبه والضغط اللي عامله على المنافس ده جمهور النادي الاهلي. بص الجمال، بص الروعة، ناس فرحانة، ناس مبسوطة، ناس سعيدة، وعلى طول سعيدة مع النادي الأهلي بصراحة، محظوظين هم بالنادي الأهلي، وأكيد النادي الأهلي محظوظ بيهم. بس تخيل أنت بتشجع فرقة هي طول الوقت كسبانة، استثناءات نادرة جدا إن أكون فرقة خسرانة، بس العادي إن أنا أبقى كسبان طول الوقت. دخلة حلوة قوي، النسر ملك وبتاع، حلوه دخله لذيذه شيك جميله فيها حماس للاعبين، حلو الكلام. وقال لك اذا حضر ملك اللعبه، حلو الكلام، كلام محترم من جميل النادي الاهلي، والشكل حلو. يا رب دايما استاداتنا كلها ممتلئه عن اخرها. النهارده الصوره كلها حلوه. بالمناسبه مبسوط قوي، مبسوط قوي 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 بالروح الرياضيه اللي كان عليها المباراه النهارده من لاعبي الاهلي والترجي. كل حاجه حلوه النهارده، كل حاجه مشيت اقرب للمثاليه ان لم تكن مثاليه 100%، كل حاجه كانت حلوه. وبالمناسبه كمان عايز اتكلم في نقطه في منتهى الاهميه. النهارده اول ما المباراه خلصت طبعا بطبيعه الحال اول تهنئه جت للنادي الاهلي كانت من رئيس جمهوريه مصر العربيه رئيس عبد الفتاح السيسي. أقول لكم الأول الرسالة العظيمة اللي جت من رئيسنا للنادي الأهلي، نصا أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق. اللقطة الحلوة كمان كانت من مجلس إدارة النادي الزمالك اللي مباشرة برضو أول ما المباراة خلصت كان بيهني النادي الأهلي، قال له نادي الزمالك يهني مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الحالة دي حلوة يا جماعة،
النهارده جماهير الاهلي ماليه الشوارع، من كام يوم جماهير الزمالك ماليه الشوارع. النهارده جماهير الزمالك تقول حرام الجمهور في الارض الملعب دوت او في المدرجات يمشي زعلان، من كام يوم جماهير النادي الاهلي بتقول حرام الجمهور اللي في مدرجات الزمالك ده يمشي زعلان. الحاله الحلوه دي بصراحه سببها راس ادارات الانديه. الادارات هي اللي بتعرف تصدر للجمهور حاله جيده، حاله فيها روح رياضيه محترمه. طبيعي طبيعي وهيفضل طبيعي، وغير كده ما يبقاش طبيعي انك تحب فرقتك وبس، انك تشجع فرقتك وبس، بس تحترم المنافس، تحترم المنافس، ما تشجعش المنافس. مش مطلوب منك انك تشجع المنافس في اي مكان في العالم، بس تحترمه. ويا سلام لما يكون بيمثل مصر في بطوله، مفيش مانع لو شجعته. مش بطلب ده من كل المشجعين، مش كل المشجعين يقدروا يعملوا كده، بس اللي بيقدر يعمل كده يا سلام على جماله، يا سلام على جماله. وفي ناس كتير عملت كده، جمهور الزمالك شجعت الاهلي، كثير من جمهور الزمالك شجع الاهلي، كثير من جمهور النادي الاهلي شجع الزمالك. امبارح كان الزمالك يحتفل ببطوله افريقيه، النهارده الاهلي يحتفل ببطوله افريقيه، بكره ان شاء الله مباراتين في تصفيات كاس العالم يحطوا لنا رجل في بطوله كاس العالم القادمه ان شاء الله مع الكابتن حسام حسن، وتفرح مصر. الكره المصريه تستحق ان تكون دائما وابدا في هذه المكانه. اي وضع اخر ده وضع مش طبيعي ومش صحيح. طبيعي ان الزمالك ملك في افريقيا، الاهلي ملك في افريقيا، منتخب مصر لازم يكون في كل بطوله لكاس عالم، منتخب مصر لازم يكون بياخد كاس الامم الافريقيه، ده الوضع الطبيعي لمصر داخل قاره افريقيا. حلوه اللقطات قوي، حلوه اللقطات قوي. مش عارف في لقطه كده لفتت نظركم ولا لا. محمد الشناوي بعد المباراه، او مش بعد المباراه، اثناء المباراه طبعا كان واقف على رجله، اكتر واحد اعصابه تعبانه، كابتن النادي الاهلي مضغوط جدا، عايز الاهلي يكسب البطوله، البطوله اللي كان فيها الحارس الاساسي مصطفى شوبير. هي دي افكار وحاله قائد النادي الاهلي، بياخد كاس البطوله بعد المباراه ويروح يحتفل مع جماهير النادي الاهلي مبسوط وسعيد وفخور وفرحان بناديه. هتقولنا يا جماعه اللقطه بتاعت الشناوي، عشان هي لقطه مهمه ما ينفعش تمر مرور الكرام. بالمناسبه انا عندي تعليق على اللي قاله محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي، بس مش هقوله النهارده، خلينا النهارده نتحدث عن فرحه النادي الاهلي فقط، واقوله بكره ان شاء الله. بس محمد الشناوي فرحان النهارده مع جماهير النادي الاهلي، مبسوط مع جماهير النادي الاهلي. وعايز اقول لك حاجه، وده اللي قاله مروان عطيه من شويه، طبيعي اي لاعب في الكون يزعل لو هو قاعد على الدكه، نفسه يشارك ونفسه يلعب ونفسه يحقق بطوله ويعمل انجاز او يشارك في الانجاز. اي لعيب في الدنيا زعلك مقبول، بس ادام انت مش بتتجاوز ما ينفعش نقول ان احنا عندنا ازمه او مشكله. يعني ما ينفعش يبقى محمد الشناوي عامل مشكله في النادي الاهلي، لا بس ممكن يقول انا عايز العب عادي، يعني مش عيب يعني، بس ما عملش ازمه، ما عملش مشكله، ده الحقيقي، ده الواقع. الشناوي كابتن النادي الاهلي رفع الكاس النهارده، ومعه رامي ربيعه النهارده كمان. فاكر رامي ربيعه ده من اكتر الناس بالمناسبه، يعني من اكتر الناس اللي بشوف مهدور حقها في البطوله دي تحديدا. يعني عمل بطوله عظيمه جدا، بطوله كبيره جدا، بطوله مشرفه جدا. هو مشارك في الهدف اللي سجل في مرمى الترجي النهارده. النهارده عمل مباراه كبيره زي المباريات اللي فاتت. عاده في لعيبه كده ايه بتاخد اللقطه، زي محمد عبد المنعم، لعيب عظيم ومدافع كبير جدا، وهو ايضا من اكثر المؤثرين في فوز الاهلي بهذه البطوله. بس رامي ربيعه احيانا بحس ان حقه شويه مهدور، شويه مهدور، بس النهارده لازم ياخد حقه. عبد المنعم كده كده واخد حقه. محمد هاني برده من اللعيبه اللي بتحققها بتهدر، بس النهارده عمل مباراه كبيره جدا، كبيره جدا على المستوى الدفاعي بشكل رائع جدا. عاجبني اول كامباك بتاع اكرم توفيق، يا لهوي على الجمال وعلى الحلاوه وعلى اللذاذه وعلى الشطاره وعلى الرجوله. اكرم توفيق النهارده مباراه خطيره. ايه الرجوله دي؟ الراجل مموت نفسه في ارض الملعب. لعيبه النهارده كلها خطيره قوي. اليو ديانج كمان لما نزل ظبط وسط الملعب، اليو ديانج بقاله شهور ما بيلعبش، تغييره كانت عظيمه وعبقريه من مارسيل كولر المدرب العظيم ده. الصوره اهي لرامي ربيعه كابتن من كباتن النادي الاهلي، وصل للبطولة الستة في تاريخه، بتساوى مع وائل جمعة وحسام عاشور في عدد الألقاب، اسم تاريخي، واحد من
من اواخر الجيل الذهبي للنادي الاهلي. وبالمناسبه بقى، بمناسبه الجيل الذهبي للنادي الاهلي، هو الجيل ده ما بقاش جيل ذهبي هو كمان؟ جيل وصل نهائي البطوله 7 مرات في اخر 8 بطولات، يعمل ايه تاني يعني؟ يعني يا عم يعني الجيل ده ليه مش هيسمى جيل ذهبي؟ ما هو لا، ده جيل ذهبي، ده جيل ذهبي، ده جيل ماسي. ده بقى جيل ماسي. احنا عادة كلنا بطبيعة الحال بيبقى عندنا نوستالجيا كده، اللي هو ايه، وحنين للماضي، للأسماء العظيمة سواء محليا أو عالميا. بس لا، ما هو الجيل ده بقى خلاص، ده جيل عدى فكرة انه جيل ذهبي كمان. الجيل ده عمل كل حاجة مع النادي الأهلي، كل شيء ممكن مع النادي الأهلي. أداء كبير ورائع من النادي الأهلي كعادته. تعال نروح للقاءات خاصة لرقم 10 من ملعب المباراة مع الكابتن سامي قمصان والكابتن خالد عبد الفتاح، ونرجع نكمل كلامنا. اولا مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم النهارده، ملحمه الحمد لله، يوم تاريخي، والنادي الاهلي كل يوم بيثبت ان هو رقم واحد، ان هو دايما رقم صعب. مبسوط جدا الحمد لله بالرابعه الافريقيه، مبسوط جدا ان هو جزء من كيان كبير دوت. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نسعد جمهور الاهلي اكتر واكتر. النتيجه في الاخر، انت بتلعب فريق مميز عنده قدرات، في اي وقت ممكن لقد الله يحسن الجون، لكن كان عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه، واعتقد اللعيبه الحمد لله النهارده عملت جهد كبير جدا، سواء اللي بدا او نزل، حتى الناس اللي كانت بره الفرقه يعني. فاعتقد الحمد لله ربنا بيكلل جهود الناس كلها، ومجلس اداره ولجنه التخطيط والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال، واعتقد الحمد لله ربنا كريم جدا يعني، وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله. بقول لكم انتوا دايما بعد ربنا، انتوا السند لينا، انتوا دايما اللي بتدونا القوه. احنا كلنا بنشتغل وكلنا بنتعب عشان نحاول نرد لكم جزء من تعبكم. النهارده بص الجماهير جايه من الساعه كام عشان تأذي الفرقه، فاعتقد الحمد لله ده كان اكبر رد ليهم، وتحياتي ليهم وبشكرهم جدا فوق راسنا كلكم، وان شاء الله نقدر نساعدكم كمان وكمان. الحمد لله ماتش كبير طبعا، بطوله كبيره. الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه من البطوله، خدنا البطوله، كسبنا الماتش. الماتش الاول النتيجه 0-0، نتيجة تقلى شوية، بس الحمد لله احنا عملنا اللي علينا النهاردة وخدنا الماتش. طبعا نتيجة الماتش الأول فجعة شوية، في نفس الوقت ترجي فرقة كبيرة طبعا، متمرسين على طول، معظم النهائيات يعني كانوا بيعملوا ماتشات كبيرة جدا، فرقة قوية، فالحمد لله يعني زي الفل. دايما مع الحلوة والمرة معانا زي العادة بتاعتهم طبعا، والبطولة دي طبعا بتاعتهم اللي فاتت، غيرهم طبعا أنت شايف الاستاد فوق عامل ازاي. تصريحات مهمة جدا من الكابتن سامي والكابتن خالد عبد الفتاح بعد المباراة. تعالى اقول لك شوية ارقام تاريخية للنادي الاهلي بعد اللقب النهارده، اللقب رقم 12 في دوري الابطال. ايه الارقام دي يا جماعة؟ تعالى شوف الارقام عشان تفهم الاهلي واصل لحد فين. بص يا سيدي، في دوري الابطال الاهلي حصد لقب دوري ابطال افريقيا دون اي هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، كما عزز رقمه القياسي بعدم الهزيمة في عدد مباريات متتالية في تاريخ البطولة بواقع 22 مباراة. بعد مصطفى شوبير هو أول حارس في تاريخ دوري أبطال إفريقيا يتوج باللقب دون أن يسكن شباكه أي هدف، حيث لعب 9 مباريات متتالية حافظ فيها على نظافة شباكه. رقم رفع محمد الشناوي حارس الأهلي رقمه كأكثر قائد يرفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ القلعة الحمراء بواقع 4 ألقاب، كما وصل رامي ربيع إلى لقب دوري أبطال أفريقيا 6 في تاريخه. يا بختكم والله، الناس دي لما تلعب في النادي الأهلي يبقى حظهم حلو. وصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأهلي إلى لقبه 8 مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية للأهلي، حيث حصد الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرتين. مارسيل كولر انضم الى قائمه المدربين الذين حققوا اللقب مرتين على التوالي، حيث عاد الانجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني مع الاهلي، والكونغولي سيليستيان تامبوي، والارجنتيني اوسكار فيلوني، والتونسي معين الشعباني. الاهلي يصل ل 26 بطوله قاريه خلف المتصدر ريال مدريد صاحب ال 29 بطوله. الاهلي توج بدوري ابطال افريقيا مرتين على التوالي للمره الرابعه في تاريخه، حيث حققها في نسخ 2005 و2006، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.
في دوري الأبطال. الأهلي لم يخسر من الترجي التونسي في آخر 6 مباريات بينهما، حيث فاز في 5 وسيطر التعادل على لقاء وحيد. اتسع النادي الأهلي اتساع كامل كامل. طيب اسمع معايا بقى الحكاية دي، عشان هي حكاية ملخبطة شوية أو معقدة شوية. كأس العالم للأندية بنظامه الجديد اللي هو كل 4 سنوات هيقام في 2025، وحضرتك عارف خلاص ان كده كان النادي الاهلي هيشارك فيه حتى قبل البطوله النهارده، كده كان الاهلي في بطوله كاس العالم بنظامها الجديد. في بطوله جديده استحدثها الفيفا اسمها بطوله انتر كونتيننتال، دي برضو شبه كاس العالم للانديه بس بنظام مختلف شويتين، انت شبه كاس العالم للانديه نظامه القديم بس بشكل او بنظام مختلف شويه. البطوله دي هتتلعب في بدايه شهر ديسمبر ان شاء الله. الاهلي هيلاعب مين؟ بدري بدري كده هقول لك انه الاهلي اول مباراه ليه في كاس الانتر كونتيننتال هتكون غالبا مع نادي العين الاماراتي او مع نادي اوكلاند. ازاي؟ اشرح لنا بقى البطوله دي عشان نفهمها والاهلي رايح لفين. بص يا سيدي، الاهلي يا العين اللي هو بطل اسيا، يعني الاهلي بطل افريقيا او العين الاماراتي بطل اسيا، احدهما هيلعب اول مباراه في هذه البطوله مع بطل اوكيانوس بحسب القرعه. يعني القرعه جابت الاهلي هو اللي لعب اوكلاند، فالعين هيستنى الكسبان بينهم. طيب القرعه جابت العين هيلعب اوكلاند، فالاهلي هيستنى الكسبان منهم ويلعب. اللي هيكسب من الحكايه دي هيروح يلعب الكسبان من بطل الكونكاكاف مع بطل ليبرتادوريس اللي هو بطل امريكا الجنوبيه، يعني بطل امريكا الشماليه مع بطل امريكا الجنوبيه، الاهلي هيلعب الكسبان بينهم. حلو، ان شاء الله الاهلي عدى المرحله الاولى وكسب المرحله الثانيه، يلعب بقى نهايه هذه البطوله اللي هي بطوله انتر كونتيننتال مع مين؟ مع بطل اوروبا اللي هو مين؟ غالبا هيكون ريال مدريد ان شاء الله، يعني بدون مقاطعه، عشان ريال مدريد هيلعب دورتموند في نهايه دوري الابطال اهو. فلو الاهلي عدى المرحله الاولى والمرحله الثانيه هيلعب النهائي مع بطل دوري ابطال اوروبا. طب الاهلي هيلعب فين؟ اول مباراه الاهلي هيلعبها على ملعبه، ثاني مباراه لسه هيشوف القرعه، تالت مباراة لا، تاني مباراة اللي هي مع بطل الكونكاكاف والكسبان من كونكاكاف والليبرتادوريس هتتلعب في أرض محايدة. يعني لو الأهلي عدى المرحلة الأولى دي اللي هيلعبها على ملعبه هيلعب مع بطل الليبرتادوريس غالبا يعني أو بطل الكونكاكاف في أرض محايدة، وهيلعب مع بطل أوروبا إن شاء الله لو وصل الفاينل في أرض محايدة برضه. دي بطولة إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم، بطولة بإذن الله يشرفنا فيها النادي الأهلي كعادته في البطولات العالمية. تعال نروح نشوف مؤتمر مارسيل كولر، لسه مش معانا مؤتمر مارسيل كولر. طيب تعالوا نروح لفاصل وبعدها ناخد مؤتمر مارسيل كولر ثم نستقبل ضيفنا الكبير كابتن حسن مصطفى، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن منور الدنيا. ربنا يخليك يا كيمو، وحشني بقالنا كتير، كل بقالنا بنقعد فترات طويلة. بس الحلو إن احنا بنتقابل في أيام حلوة. أكيد أكيد كده؟ طبعا لما تيجي وأنت كسبان وواخد بطولة وبتاخد النجمة الـ 12 فبتبقى كنت على أعصابك النهاردة ولا كنت متوقع الفوز؟ لا كنت متوقع يعني، بس أنا يعني إيه متوقع 1-0 يعني. كنت متوقع النتيجه 1-0، متوقع من ان هي يا اما هتبقى كره ثابته، لان فريق الترجي فريق منظم معاه مدرب كويس بيعرف يقفل كويس بيعرف يقرب الخطوط كويس، ودي من احسن حاجه. فريق الترجي فريق جماعي صح، مش فردي. يعني النادي الاهلي عنده ميزه اكتر منه ان هو جماعي وفردي، يعني صح. انت بتبقى عندك بيرستاو وحسين الشحات رضا سليم امام حتى قفش، هتلاقي لعيبه اللي بتنزل التغييرات كلها بتبقى عندهم مهاره فرديه صح. هو نادي الترجي يفتقد المهاره الفرديه او الحلول الفرديه، ما عندوش اللعيب اللي يعرف يصنع الفارق، بس فرقه جماعيه منظمه بالظبط يعني هي، وده شغل مدرب يعني لازم نقول ان ده شغل مدرب. مدرب بيعرف يوقف لعيبته كويس، بيعرف يقرب الخطوط، يلعب على الكور الثابته، يلعب على اللعب الجماعي. يعني المدرب الترجي قال لك احنا رايحين القاهره عشان ناخد البطوله، هو خد البطوله ايه؟ بطوله شرفيه شرفيه يعني خد المشاركه مع النادي الاهلي بالظبط. لا يعني هو 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 اكيد دي حرب نفسيه يعني طبعا. خلي يعني عارف هقول موقف كده، كنت انا ساعتها بلعب في نادي الزمالك مانويل جوزيه جه قال لك، واحنا كنا سابقين ب5 بونت او مش فاكر يعني، كنا فارقين عن النادي الاهلي،
جه عايز يهد فريق نادي الزمالك قال ايه؟ معنويا. معنويا قال لك فريق دوت هو شيكابالا بس. فبدات اللعيبه كلها تخبط، بدات الناس تفكر، بدات الدنيا، فدي حرب نفسيه. ودي من الذكاء اي مدير فني تشوف تصريحه، هل هو ده متزن ولا مش متزن، هل تصريحه فيه ايه، ابعاد التصريح ايه. فديت من الحاجات اللي هو شككك، اللي المدير الفني بيلعب في دماغ الفرق الثانيه. يعني مارسيل كولر عامل رن عظيمه مع النادي الاهلي اكيد. بس انت قلت حته كده ان ايه الجيل دوت هيبقى الجيل ايه، ميسي يعني يعملوا تاني ايه. انا قلت ايه بطولات افريقيه وانا اتفرج عليك، قلت إيه؟ كان بيلعب في العداد بتاعه داخله بقى جاي عليا انا. جاي عليا انا. بس هو بصراحه، لا بس هو صراحه الجيل دوت ما شاء الله. الجيل دوت الميزه بتاعته انه عنده استمراريه، عنده بيوصل نهايات. احنا برضو في اوقات كنا بنبعد عن البطوله والاستمراريه، ممكن بعد انا ما مشيت من النادي الاهلي كان في ما بيوصلوش نهائيات، في اوقات بيوصلوا في يطلعوا قبل نهائي. ما كدبتش انا يعني. ايه؟ ما كدبتش انا يعني. لا هو انت ما كدبتش، بس بتلعب في العداد بتاعك. لا ما هو انت الجيل بتاعكم كان جيل عظيم جدا، بس انا اقصد ايه؟ عارف انت عشان الجيل بتاعكم برضو ايه؟ اللي هو حسن مصطفى ومحمد شوقي ومتعب وابو تريكه وبركات وفلافيو وائل جمعه وعماد، اسماء عظيمه. هو احنا بس فالنوستالجيا، النوستالجيا تخلينا ايه؟ دايما بنقول ايه؟ الجيل ده عظيم قوي. بس الناس دي يعني عشان عايشين معانا وعاملين كل حاجه، ما حدش بيقول عليهم جيل ذهبي. لا لا خالص. لا جيل يعتبر جيل ذهبي، ودولت احسن لعيبه موجوده في مصر، لازم يتقال كل حاجه طبعا. والواحد بيقول يعني نسي في البدايه مبروك للعيبه والجهاز والجمهور ومجلس الاداره، والواحد سعيد جدا جدا ان النادي الاهلي ونادي الزمالك عمال يفرح الشعب المصري. صح. رغم الظروف اللي بتحصل في البلد، انت برضو عندك حاجه بتفرحك، بتفرح الجمهور. بس حلوه الجمهورية. ايه رايك في العلاقه اللي حصلت ما بين الاهلي والزمالك بالظبط؟ انت قلت نقطه جميله جدا. انا وانا قاعد بتفرج على نادي الزمالك على الماتش عمال اقول يا رب يكسب يا رب. انت نفسك دلوقتي بدات تقول، انا بتكلم عن ايه، عن الناس تانية، ناس تانية اهلاويه وكده، كله بيقول لا يا رب الزمالك، يا رب الزمالك يكسب. غير طبعا كله طبعا كله كده بتقول لك ضعيفه والكلام ده. انا عايز فريقك تخسر في اي حاجه. ده بيحصل في كل حته في العالم. المره دي لا، حاسس ان الامور بدات تتغير للاحسن. وفي الاخر انت لما هتبقى كويس وتاخد بطوله، وده يبقى كويس وتاخد بطوله، ونتقابل مع بعض وفي الاخر نسلم على بعض ونقول الف مبروك يعني وهارد لك لو فرقه خسرت. يعني عارف دايما اقول ايه، انت مش مطالب تشجع المنافس بس احترمه. بالظبط يعني ببساطه يعني. لا اوعدنا يا كريم، انا مش لازم في حاجات من بره اكتسبها واقعد ادخلها في مصر واقعد ازرعها في اللعيبه وازرعها في الجيل الجديد. اوعى تشجع النادي الاهلي، اوعى تشجع الزمالك. ده هياخدوا بطولات، هيبقوا مش عارف. يا جماعه دي كوره مش حرب، صدقني. انت في الاخر متع نفسك، اتبسط. انا النهارده كنت وانا جاي، فالراجل اللي جايبني فقال لي ده في على واحد يعني مشجع كان محبوس. قلت له هو اللي في الاخر زعل، احنا عايشين وبناكل وبنشرب وبنخرج وبكده، هو لازم يروح الاستاد يستمتع بينا. صح. ويشجع كويس. صح. وفي الاخر يقول هارد لك، مبروك انا كسبت. صح. ويروح البيت. صح. مش لازم يعمل حاجه. صح. كبيره قوي عشان يقول ايه انا اهلاوي. لا انا زملكاوي. الموضوع بسيط ابسط. بسيط قوي قوي قوي. كلام محترم جدا من مارسيل كولر بعد هذه المواجهه، بس قال جمله حلوه قوي. قال لك ان الجماهير بتبقى عايزه تكسب 4-5-6، بس المدربين بيبقوا في ارض الملعب بيبقوا مستمتعين بامور تكتيكيه مختلفه يعني. بالظبط. هو قال يعني انا كمشاهد كنت بتفرج يعني، مش مدرب، ما استمتعتش من المباراه النهارده. بس استمتعت بالاثنين مدربين. الاثنين مدربين عارفين هم محضرين عايزين ايه، امتى لما انا ما يخش فيها جون هعمل ايه، لما مثلا الجون يتاخر زي ما هو قال، لو انا ما جبتش في اول 10 دقايق وانا نازل ان انا اجيب، لو اتاخر هعمل ايه، لو دخل فيها جون هعمل السيناريو ايه. فدي من الحاجات المدير الفني في الماتشات الكبيره لازم يكون مركز وعامل كذا سيناريو لنفسه، علشان ما يجيش يتفاجئ بحاجات وبعد كده تلاقيه اتلخبط في المباراه، تلاقي الاحداث مع الجمهور مع الدوشه، تلاقي نفسك مش قادر تدير المباراه يعني. مين اكتر لعيب عجبك النهارده؟ هو اكتر من لاعب النهارده، هو كانوا في نص الملعب يعني. يعني صراحه النهارده اكرم وامام ومروان كانوا عاجبني في ايه، ان هم كانوا بيرتدوا بيضغطوا كويس، بياخدوا الكره الثانيه على طول، بيحاولوا يطلعوا الكره كويس. غير الماتش الاولاني كان اكرم بيعمل شويه ميز باص، امام كان بيعمل مجهود بيمشي بالكره كتير،
فلا الماتش دوت صراحه كانوا كويسين جدا. تغييرات مارسيل كولر النهارده عجبتك؟ اه اتفاجئت النهارده بديانج، يعني هي كلها تغييرات كانت متوقعه يعني بعد ما كنت انت كسبان، بس انا لما شفت في الشاشه ديانج انا عمال اقول مين اللي هينزل لو حد من نص الملعب، يعني اكرم ولا مروان، كوكا ولا كذا، ففاجئني مصاب. لا فاجئني يعني هو فاجئني فانا عمال اقول لنفسي طب هينزل مين، طب هينزل مين لو حد عايز يدافع. انت فاهم؟ مش في بالك ديانج بقاله كتير ما لعبش كتير، عارف انت لما يكون واحد في مش في التلاجة فوق كمان فانت رحت منزله. فدي تبين بايه بقى؟ ان لعيبه النادي الاهلي كلها بتموت نفسها في التمرين، كلها عايزه تبقى جاهزه ومستنين قرار المدير الفني ان هو يلعبه. صح، فديت حاجه كويسه جدا في الجيل بتاعنا كان كده. ان انت بتتمرن كويس مستني بس مانويل جوزيه يقول لك ابدا، فانت لما تلعب هتبقى كويس. طب كابتن حسن، عايز اسالك سؤال فلسفي شويتين ثلاثه، سالته من شويه برضو المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هو ايه السر؟ يعني ايه الاهلي يقدر يحافظ على المسيره طول الوقت؟ يعني 150 بطوله في 114 سنه، يعني معدل كبير، يعني معدل يزيد عن بطوله كل موسم. 117 سنه انت جامد، انت طول الوقت جامد. اي نادي في العالم بما فيهم ريال مدريد اصلا، يعني في فترات بتعدي عليه صعبه. ايوه، ليه الاهلي بيقدر يحافظ على، وانت عشت مع الاهلي سنوات يعني وانجازات طبعا. اول شيء مجلس اداره، مجلس اداره بيسلم الرايه كويسه، ما عندوش مشاكل، ما عندوش اقفاء، ما عندوش ديون، حتى لو في ديون ما بيبينوش الامور ديت. اللي موجود بيحبوا بعض جدا، قريبين من بعض، ما بيطلعوش اسرار بعض، ما بيقطعوش في بعض. تاني شيء الجمهور العظيم طبعا بيبقى واقف في ظهر النادي الاهلي على طول في اي مواقف. اللعيبه لما بتخش النادي الاهلي بيبقى في لعيبه جايه من الاتحاد ولا من الانديه كتير، فما بيبقاش عندهم الروح المكسب. انا في اوقات هو ما بيكسبش في الاتحاد او في المصري او في بتروجيت او في جيش او كذا او 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 او، والنادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين كتير. يعني انت لو تيجي تبص النهارده هتلاقي ثلاث ناشئين يعني من النادي الاهلي: مصطفى شوبير، رامي، عبد المنعم، هاني. في حد تاني تقريبا هم دول. طيب فانت دايما بتجيب لعيبه، فاللي بيخش من اللعيبه بيمشي في السيستم حتى لو هو نفسيته ضعيفه. حتى لو هو عنده مشاكل في عقليته بيمشي، لو ما مشيش في الطريق ده كويس بيروح ماشي على طول، يطلع بره بيخرج. هتلاقي كل اللعيبه اللي هي مثلا بتسهر ولا بتعمل مشاكل ولا بتعمل كذا مركزة. ما بتكونش موجوده في النادي الاهلي حتى لو قعدوا، حتى لو عندهم الموهبه، حتى لو هم بيصبروا عليهم سنه واثنين وثلاثه عشان ياخدوا احسن حاجه منهم، وفي الاخر بتلاقيه بره. في الجمله اللي بتقال انه الاهلي محظوظ ايه سبب الحظ؟ أيوة. انت انا ايه يعني، انت بتقول الاهلي محظوظ، ايه السبب؟ ايوه، ان انت راجل بتخلص، بتموت نفسك، بتجتهد، من جواك بتحب الكيان وبتحب المكان اللي انت موجود فيه. ما هو دوت، انت عمر ما دايما تقول ايه ده محظوظ، ده راجل محظوظ، ما اكيد بيعمل حاجه كويسه. صح، بيجتهد في شغله عشان ياخد توفيق، عشان ياخد التوفيق. صح، يعني انت فاهمني؟ ما هو انت لو انت ما بتعملش حاجه كويسه وبتشتغل كويس عمر ما ربنا هيوفقك. صح، انت فاهم؟ هي دي ببساطه بس يعني. فالناس يعني بتقول لا ده محظوظ، لا ده كذا، لا ده بيكسب في الدقيقه 90 لانه هو بيموت نفسه لاخر دقيقه. جت ما جاتش خلاص هشوف الماتش اللي بعده. في حاجه كمان انت عشتها ومارسيل كولر. طب قبل ما اروح لمارسيل كولر، واحد من حبايبك يعني قوي معايا عبر الهاتف الان، وانا اتكلمت عنه كتير النهارده في المقدمه وهكرر كلامي دلوقتي تاني قبل ما اخده معايا على الهاتف، واحد من ارجل اللعيبه يعني، واحد من الاسماء الكبيره في النادي الاهلي، واحد بقى من الجيل الذهبي بتاعكم والجيل الذهبي دلوقتي، عشان انت كنت متضايق من مقارنه الاجيال، ومن كل الاجيال العظيمه ديت، واحد من اهم اللعيبه اللي عملت شغل عظيم جدا النهارده في المباراه كمباراه وعلى مدار البطوله وعلى مدار الفتره الاخيره اللي بيقضيها مع النادي الاهلي، عامل شغل محترم جدا في خط دفاع النادي الاهلي، والاهم كقائد للنادي الاهلي، كابتن الكبير كابتن رامي ربيعه. الف مليون مبروك عن كل استحقاق وجداره للاهلي وليك بشكل فردي. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، والله يبارحب طبعا بالكابتن حسن مصطفى، يعني قيمه وقامه، يعني ربنا يكرمكم وربنا يخليكم طبعا على المداخله الجميله دي. حبيبي ربنا يخليك. عايز اقول مبروك يا رامي على البطوله، وانت مثال كبير جدا للعيبه، لازم اللعيبه كلها تتعلم منك. انت تعبت جدا في مشوارك، اتصبت فترات طويله جدا، وكنت بتقعد بالسنين بعيد عن النادي، بعيد عن اللعب،
بس انت دايما بقول ان اللي بيجتهد وبيتقي ربنا وبيجتهد وعايز يلعب في الاخر انت ربنا كرمك وكسبت النادي الاهلي بطوله افريقيا ال 12. بالظبط يا كابتن، حضرتك جبت النقطه المهمه ان انا ما اهتمش باي حد خالص، كل بالزبط. اللي بيتكلموا دول ولا هيفيدوني بحاجه ولا هيزودوني حاجه، كل دول صفر على الشمال بالنسبه لي. بالظبط، الواحد بيعمل وبيسعى وبيشتغل لربنا بس، ماليش دعوه باي حد تاني. انت 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 في نقطه كويسه انت فتحتها في الاول، انا كنت هنا حتى في رقم 10 كتير بتكلم في النقطه ديت، ان انت من اكتر اللعيبه اللي احيانا يهدر حقها بالزبط. في كثير من المواقف والمباريات اللي في منتهى الصعوبه، وكنت دايما كنت دايما ولا فريق لي المهم بعمل ربنا، عشان كده ربنا بيديها لي من اقرب الابواب، فالحمد لله الحمد لله، ولا فريق تتكلم عني حلو تتكلم عني وحش، انا عارف انا عايز ايه من شغلي ومن حياتي، مش دعوه باي حد خالص، اللي عايز يتكلم وحش يتكلم كلام وحش ولا فريقي، فالحمد لله يعني. وفي نقطه مهمه كمان يا كابتن رامي، ان انت ساعات حتى لما بتبعد حتى لو مش بالاصابه، وجهه نظر جهاز فني لأزمة ولا مشكلة ولا حوار، وانت بقى من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي النهارده، تاخد 6 بطولات افريقيا، لان زي ما قال لك كابتن حسن يعني انت بتشوف شغلك وبتراعي ربنا في شغلك وبتركز قوي انك ماكش دعوه بحد، فهو ده السر انك تركز مع نفسك، ما تبصش حواليك مين اللي لاعب مين اللي ما لعبش، ما تقعدش تشغل نفسك وتاخد من وقتك وتفكيرك ومجهودك اللي حواليك بيعملوا ايه، انت تركز انت عايز تعمل ايه. صحيح صحيح، دي النقطه. الهدف المبكر النهارده اللي انت شاركت فيه وكمله لاعب الترجي مشكورا يعني بجنب محترم جدا، بعد الهدف والفرحه بتاعتك كلنا كنا فرحانين معاك، ضغط كبير جدا على دفاع النادي الاهلي، وانت بصراحه وكل زمالك عملتوا مباراه كبيره جدا يا كابتن رامي. الحمد لله بتكسب يعني، بعيد عن الجون ده رزق بتاع ربنا طبعا، فالحمد لله الحمد لله، زي ما انت قلت كده يعني مجهودي كله راح النهارده الحمد لله على الهدف، وبشكر زمايلي كلهم بدون استثناء، كان في انكار ذات في الملعب، كان في تضحيه، كان في تركيز مع بعض، كان في ان احنا واقفين مع بعض كلنا رجاله لاخر دقيقه، لان طبعا في ضغط وانت بتلعب على ملعبك ومش عارف يعني هتدي كل اللي عندك، لان يعني الجمهور دي ما ينفعش تمشي زعلان. صحيح، فانت كنت مضغوط اكتر منهم يعني، جينا الشوط الثاني بس شويه زي ما انت قلت اتضغطت، لان ده طبيعي من كتر الضغط، بقالك اسبوع مضغوط، فانت الحمد لله بشكر زمايلي كلهم رجاله وكلهم على قد المسؤوليه، الحمد لله عدت على خير الحمد لله. انت لما تيجي تلعب قدام حارس مرمى له خبرات كبيره زي محمد الشناوي، هتبقى مطمن انت ومحمد عبد المنعم وباقي زمايلكم يعني. مصطفى شوبير عمل بطوله عظيمه جدا يا كابتن رامي، وكان هو امال ليكم زي ما انتم كنتوا امال ليه على طبعا، شلنا في ماتشات كتير قوي بصراحه يعني، مصطفى ربنا يكرمه وهو مستقبل الاهلي، شلنا في ماتشات كبيره وكتيره وبره ملعبنا وجوه ملعبنا، فاتمنى له التوفيق وربنا يكرمه طبعا، وكابتن الشناوي طبعا كبير طبعا برضو يعني عمره ما بخن ولا عمره اثر في النادي الاهلي، بالعكس ده شلنا بطولات وجاب لنا بطولات، فيعني لا يعني الاثنين بصراحه دي بتديك تقل في الحته دي انك مطمن في اتنين ما يتخافش عليهم. فاتمنى اللعيبه كلها يبقى احنا عندنا في الاهلي ما فيش حاجه اسمها بديل. أيوة. يعني اكيد كابتن حسن مصطفى عارف حاجه زي كده، ما عندناش حد نجم الاوحد مش أيوة. موجود عندنا يعني. أيوة. ما فيش رامي جاب الجول النهارده وربنا ما فارق لي، احنا كسبنا، ما فيش حاجه اسمها رامي كسب. ما عندناش الحته دي في الاهلي خالص، عندنا عشان كده بقول لك بشكر اللعيبه كلها على الانكار الذات، احنا كلنا واحد. صح، كلنا واحد. وبعدين الشناوي ولا طبعا. شوبير ولا رامي ولا ما فيش الكلام ده خالص، كلنا واحد، النادي الاهلي اللي كسب. هايل، كان دايما يتقال انه مش يتقال، هو ده الواقع، انه لاعبي النادي الاهلي كلهم نجوم، فطبيعي مش كلهم هيلعبوا طول الوقت، وطول الوقت الكلام انه رامي زعلان، الشناوي زعلان، مصطفى زعلان، سين زعلان، صاد زعلان، هل الكلام ده بيحصل؟ ما هو انا لو فضل. كريم لو خدت مكانك في بوزيشن في البرنامج دلوقتي مش هتزعل؟ هتضايق لو ما زلتش تبقى سوري يعني، طبعا مش خايف على البوزيشن بتاعك ولا بس مش بس مش في الشغل يعني، بس مش هخش اتخانق معاك، متنحرر بس ده ما يأذيش زميلك، فاحنا بنزعل بس باجي في وش زميلي بضحك بعامله كويس يعني، انت اكيد شفت الفرحه النهارده كلنا بنجري على بعض كلنا رايحين نبارك لبعض، فما فيش حد بيبقى زعلان من اللعيبه، احنا عارفين ان اللعيبه ما بينها وما بين بعضها يعني كلنا نتمنى الخير لبعضنا، بس صحيح. القرار في ايد المدير الفني، فده مش بتاعته خالص يعني، انت روح اتكلم مع المدير الفني ما تكلمش مع زميلك وحش، احنا متعودين على كده في النادي الاهلي. صحيح، جمهور النادي الاهلي النهارده حاجه فوق العظمه بشويتين كالعاده يعني، بصراحه يعني الدنيا حلوه قوي، وكان نظام وكانت الدنيا بيشجعوا باحترام، وحتى المراسم التتويج كانت حلوه جدا ومحترمين، لا يعني الجمهور بصراحه مثال النهارده يعني، الحمد لله ومكسب ليهم طبعا. وانت النهارده بتحقق البطوله السادسه ليك بشكل شخصي في بطوله افريقيا، احساسك ايه يا كابتن روبي؟ لا احساسي مش مصدق يعني 12 واخد منهم 6، فده احساس يعني تحس ان
نص البطولات انا واخدها، فاحساسك طبعا ما يتوصفش. مبسوط جدا 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 باللي انا وصلت له. اتمنى لسه مزيد مع النادي. زي ما قلت لك اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي ده حظه ايه يعني، كل يوم بطوله بس يبقى مركز ويبقى قد المسؤوليه. فده اللي بيفرق. كنت بتكلم لعيب النادي الاهلي، كنت بتكلم مع كابتن حسن من شويه، اتكلم في 117 سنه اهلي، 150 بطوله في كل محليه او افريقيه، انت بتتكلم بمعدل اكتر من بطوله في الموسم الواحد. نادي عنده استمراريه كل هذه السنوات ما عملهاش اي نادي في العالم، واكبر انديه. انا بقول لك حتى يعني انا اسف بس مع مقاطعتك، الانديه في الدوري لو لعبوا ماتشين ورا بعض بيقول لك احنا بضغطنا. تخيل انت النادي الاهلي ومش الناس مش عاجبها يعني. يعني رامي لو لعبوا 3 4 ماتشات يقول لك هم مجهدين. بالظبط والله يا كابتن حسن، والله العظيم يا كابتن احنا مضغوطين من اول الموسم. يعني انا هتكلم عن نفسي بعد المنتخب والماتشات الوديه اللي عملها كابتن حسام، والله ما خدت يوم اجازه. انا مضغوطين جدا ورا بعض، دوري كل 3 ايام ماتش دوري، بعد كده افريقيا، وداخل بقى في الضغط لانك بتلعب قبل النهائي والنهائي، وفي الدوري انت عايز تحسن صورتك، كل ده ضغط. الناس بس لما بنتعادل ماتش ما بتفتكركش اي حاجه خالص خالص. ده دليل ان يعني لو الانديه الثانيه بتلعب ماتشين ورا بعض في نفس الاسبوع بيكسبوا ماتش ويخسروا الثاني، ومبررهم للثاني يقول لك عشان مجهدين. طب انتوا امال احنا في سفر ورايح جاي. بس ده طبع النادي الاهلي، فاحنا متعودين على كده وما بنهتمش بكلام الناس. اللي عايز يتكلم يتكلم، المهم ان احنا عارفين. بس هقول له حاجه، انت برضو عاصرت الجيل بتاعنا وعاصرت الجيل الجديد ده. الطيران بتاعنا كان برضه متعب دلوقتي. يا نهار ابيض يا كابتن حسن، احنا كنا بننزل ترانزيت ده احنا متدلعين. ايوه دلوقتي متدلعين، عشان بس تفهموا الناس الامور. احنا كنا بنقعد في المطار، يعني عايز اقول لك حاجه، اول ما تنزل من المطار تلاقي حته كده تروح حاطط الشنطه وتنام. اي حته. ايوه يا كابتن، في الارض بننام في الارض والله. بننام في الارض. ايوه، وبتقعد بالساعات في ترانزيت بقى لو انت رايح معاها في اي حته. يا لو بنتعب، كانوا بيتعبوا بجد. دلوقتي بقت الطياره مثلا خاصه وبتروح على طول دايركت، السفريه بتبقى دايركت على طول للبلد اللي انت رايحها. انما زمان كنا بننزل اديسا بابا نقعد مثلا 4 ساعات 7 ساعات في الطياره عشان ناخد الطياره الثانيه. لا كانت متعبه. بعد وانتوا بتحتفلوا في ارض الملعب، شايف الناس كاتبه على السوشيال ميديا هنعمل ايه في السوبر، هنعمل ايه في الدوري، ان انتوا ادركوا برضو ان انت بتخلص بطوله وتلاقي الجماهير في نفس اللحظه تقول لك البطوله اللي جايه. انا ما بفكرش في السوبر خالص، انا عايز اتبسط النهارده وهتبسط النهارده وبكره لغايه ما يجي وقت السوبر. وانا يعني الدنيا ما بفكرش في اي حاجه غير ان انا اتبسط مع اهلي وكل حبايبي اللي حواليا يعني. فانا ما بفكرش ولا في سوبر ولا في اي حاجه ثانيه. عظيم جدا كابتن رامي، انا بهنيك وبقول لك انت عامل موسم عظيم جدا مع النادي الاهلي. قعدت كده مش موسم عظيم، عامل مسيره عظيمه مع النادي الاهلي. انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن حسن، شكرا. مليون مبروك، لقب غالي وحلو. انا بحب الصيغه بتاعه الكلام بتاعه لعيبه النادي الاهلي، صيغه العقله دي كده بالظبط اللي فيها احترام للزمايل. النقطه اللي واحد عايز يقولها لرامي ده بجد، لازم ناس يطلع للجيل الجديد اللي هو طالع. رامي مثال ليه، بيحصل له ازمات، بيحصل له مشاكل، بيحصل له اصابات. راح احترف في البرتغال، رجع بسبب الاصابه. عمال في مواقف بتحصل فبتبين شخصيه اللعيب. صح، فديت حاجه مهمه جدا ان انت اللعيب الايام دي، ان انت لازم كل لعيب يبقى عنده شخصيه زي رامي، علشان لما يحصل لك ازمات تقدر ترجع تاني. صح. الاهلي الفتره اللي جايه هيبقى عنده بقى كاس وعنده دوري وداخل المرحله دي، داخل في المطحنه في الخلاط. مطحنه برضه. طبعا مطحنة. لا هو لعيبه النادي الاهلي في جيلنا وجيل دوت والجيل اللي هيجي بعديهم هيفضل في الخلاط. يعني في الخلاط مش في المطحنه. المطحنه ديت يعني ايه، بتاخد شويه لا دي على طول زز شوية وتقلب وتزز على طول السريع دوت. صح فاهمني. ده ادارهم، وهو عشان انت بتلعب في النادي الاهلي فبتخش في كل البطولات، لازم تنافس على كل البطولات. عشان كده مجلس الاداره بيوفر لكل مدرب في كل مركز 3-4 لعيبه. صحيح. كابتن حسن شرفت ونورت كالعاده. حلو ان احنا النهارده نتقابل في فرقه حلوه زي النادي. اكيد اكيد طبعا. انا مبسوط ان انا كل ما الحمد لله 4 مين بيجي قبلك بنبقى في مكسب. الحمد لله. وشك وش خير على النادي الاهلي. الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا حبيبي، شرفت ونورت. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، اصدقائي الاعزاء محمد جمال، محمود شاكر، خليكم معنا. حماس كبير قوي يا جماعه هنا في الاستوديو، حماس كبير قوي من كل الناس اللي موجوده في الاستوديو. طبعا حماس هيبقى اكبر من محمد جمال ومحمود شاكر. يا جيم منور الدنيا. حبيبي يا كيم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله حلو. حود منور الدنيا. ازيك يا كيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله جميله الحمد لله يا رب دايما. طيب عايز اقول لحضراتكم بس انه النادي الاهلي
شكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لهم بعد الفوز بهذه البطولة. الأهلي يعبر عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عبر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، متمنين لسيادته ولبلدنا المزيد من التقدم والازدهار. هذه هي رسالة النادي الأهلي، شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب جيمي محمود شاكر معهم أحلى كلام، كلام يمزج. قبل ما ناخد كلام جيمي وناخد كلام محمود نكمل الاحتفال مع لاعبي النادي الأهلي العظيمة اللي عاملين أداء عظيم وكبير جدا. كل تشكيلة النادي الأهلي زي ما كنت بتكلم من شوية، كل قائمة النادي الأهلي مشاركة في هذا النجاح، مشاركة في هذا الدور الرائع جدا إن الأهلي يفوز ويحمل لقب هذه البطولة في النهاية، بطولة أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن خالد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي. ألف مليون مبروك يا كابتن خالد. حبيبي كابتن كريم الله يبارك فيك، ايه الاخبار؟ انا زي الفل، كله بخير. اليوم يومك ويوم كل لاعبي النادي الاهلي، الفرحه حلوه دايما دايما كده، فرحانين وكلنا بخير والحمد لله. بطوله عظيمه، بطوله افريقيا، وطبعا بشكر الجمهور جدا، وبندي البطوله للجمهور زي كل البطولات اللي خدناها بسبب فضلهم. يعني كابتن خالد الاول كده، البطوله رقم كام كده معاك؟ 8. انت 8 كده، 8 بطولات. أوه. يا بختك. يقولوا دايما اللي يلعب في النادي الاهلي يا بخته وهناه وسعادته. طبعا طبعا طبعا، 8 بطولات في موسم او في سنه، يعني اقل من سنه الحمد لله، واثنين افريقيا حاجه عظيمه، رقم كبير جدا الحمد لله. كنت بتكلم مع الكابتن رامي من شويه، كابتن رامي ربيعه، وبيقول الميزه في الاهلي ان كل اللاعبين بيشاركوا ما بيشاركوش، كلهم بيبقوا عايزين الفرقه تنجح، الفرقه تكسب. اه بيبقى كل واحد نفسه يلعب، بس كل الناس نفسها تكسب، وكل الناس الاهلي هو الاهم بالنسبه لهم. والاهم من ده كله ان هم النهارده كلهم كانوا بيشاركوا في الاحتفال وانت منهم يا كابتن خالد. اكيد طبعا يا كابتن، كله بيتمنى يلعب، لكن في الاول وفي الاخر احنا فرقه، وروح الفريق هي اللي بتكسب في الاخر، وهي دايما الهدف الرئيسي للفرقه. والبطوله طبعا البطولات بناخدها، الخير بيعم على الكل وعلى الجمهور، وكلنا بناخد البطوله بتتكتب في تاريخنا. فطبعا اللي بيلعب واللي ما يلعبش طبعا كلنا نتمنى نلعب، بس كلها بتتحسب لنا في تاريخنا وبتزيد خبراتنا، وطبعا حاجه عظيمه يعني اللعب او ما لعبش. عدت عليك المباراه النهارده صعبه، حسيت فيها مراحل صعبه في المباراه، ايه كانت اصعب لحظه؟ طبعا طبعا اي نهائي طبعا بيبقى صعب، خصوصا مع فرقه زي الترجي، نهائي افريقيا، جمهور، ضغوطات، توتر، خصوصا النتيجه الاولى كمان هناك 0-0، دي نتيجه ممكن تخدعنا شويه. نتعادل بره الارض 0-0، لو اي تعادل ايجابي هنا تخسر، فكانت طبعا المؤثره الاخر دي. الحمد لله انا عملنا اللي علينا وخدنا اللي احنا عايزينه. كل شويه كل يوم والتاني كده خبر خالد عبد الفتاح ومارسيل كولر، ومارسيل كولر وخالد عبد الفتاح، لا ده زعلان، ده متضايق، لا ده بيتكلم مع المدرب، المدرب بيتكلم معاه، لا خالد عبد الفتاح ماشي، لا خالد عبد الفتاح قاعد. الكلام ده لما بتسمعه وبتقول ايه؟ عادي والله، متعودين بقى، انت فاهم احنا في مصر والنادي الاهلي نادي جماهيري، والناس مهتمه باخبار الاهلي واخبار لعيبه الاهلي. فطبيعي يعني تسمع كلام كتير، بس الحمد لله الامور مستقره والامور زي الفل، مفيش اي مشاكل. وجهات نظر فنيه، لسه راجع من اصابتين ورا بعض، ممكن يكونوا بعدين شويه. نستعد بقى ونعمل اللي علينا وبنتمرن، وفي الاخر الاول وفي الاخر اللي جاهز هو اللي بيلعب يعني. صحيح، جمهور النادي الاهلي النهارده عمل شغل عظيم جدا فوق. زي كل مره بصراحه يعني. صح. كنا بنلعب يعني، حرام ده كل العدد ده كله والناس دي كلها والاسر والاطفال والسيدات والرجاله والناس الكبار، كان من كل الفئات موجودين، حرام يروحوا زعلانين يعني بصراحه. وانتوا روحتهم فرحانين؟ الحمد لله روحهم فرحانين، ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بمكسب الحمد لله. كابتن خالد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك مره اخرى. جيمي هتبدا بايه؟ تريب ارقام بالنسبه لي هي ارقام اعجازيه. اعجازيه اعجازيه طبعا. الله. حتى الزمن لا يستطيع اللحاق بالنادي الاهلي. حلوه. 117 عام، 152 بطوله للنادي الاهلي ببطوله افريقيا النهارده. لاول مره في تاريخ البطوله ولاول مره في تاريخ النادي الاهلي يفوز باربع بطولات من اخر 5 مشاركات. لاول مره النادي الاهلي بيفوز بالبطوله وشباكه تستقبل هدف وحيد. المره الثالثه النادي الاهلي بيقدر انه يتوج بالبطوله، بيتوج بالبطوله بدون اي هزيمه. لما تيجي تتكلم على رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، بتتكلم على الشخص الوحيد على وجه هذه القاره الذي شارك في 12 نسخه
في تواجده سواء في رئيس مجلس إدارة أمين صندوق نائب رئيس ونسختين كلاعب نسخة 82 و87 12 نسخة كان موجود فيهم محمود الخطيب. رقم ما ظنش إنه هيتكرر ولو حتى بعد 100 سنة. بتيجي تتكلم على النادي الأهلي النهاردة لما يوصل اللقب القاري رقم 26 يفصله فقط عن ريال مدريد اللي قدامه طبعا فاينل تشامبيونز ليج امام دورتموند، يفصله فقط ثلاث القاب للنادي الاهلي. النهارده بنتكلم على لقب ال 26. خليني اقول لك انه النادي الاهلي بيفوز بالبطوله الثامنه مع مارسيل كولر في اقل من موسمين، وبيرسل البطوله التاسعه في السوبر امام الزمالك. بتتكلم على انه النادي الاهلي فاز بثمان بطولات سوبر والبطوله التاسعه برضو امام الزمالك، فانت بتتكلم على مجموعه من الارقام بالنسبه لي صعب جدا جدا ان فريق يقدر يعمل ده. للمره الرابعه النادي الاهلي بيفوز بالبطوله مرتين متتاليتين، دي المره الرابعه اللي النادي الاهلي يقدر يعمل كده، فانت بتتكلم على ارقام اعجازيه للنادي الاهلي، مش جديد ابدا ابدا على النادي الاهلي ان هو يقدم الارقام دي. دايما دايما اللي بيكتب ورا النادي الاهلي تعب ايده وجعته من كتر الكتابه. انا وانا جاي في الطريق والناس بتكلمني، والكلام ده مش على سبيل الدعابه يعني، انت بتتكلم على انه الناس بتقول لك الاهلي محتاج شغل، والاهلي يبتدي يستعد للانتر كونتيننتال، والاهلي لازم ياخد البطوله التاسعه بطوله السوبر التاسعه، والاهلي لازم يقرب من عدد الالقاب بتاع ريال مدريد. انا الكلام ده بقوله على سبيل الدعابه والله، دي السوشيال ميديا الاهلاويه. الماتش خلصان من ساعتين الناس بتتكلم، بس هو ده جمهور اهلي، وعلشان ده جمهور اهلي بقى ده الاهلي طول الوقت. اللعيبه محطوطين تحت ضغط بيحتفلوا تاني يوم على طول بيطالبوا بطوله جديده. وبالمناسبه مارسيل كولر قال كده في المؤتمر الصحفي، قال انا عارف ان انا لما هرجع الاوتيل هيقولوا لي 13 اهلي. حلو قوي. محمود تبدا بايه؟ تعالى نبتدي بهدف النادي الاهلي الاول. هدف النادي الاهلي الاول النهارده. كلنا عارفين ان مارسيل كولر منذ مجيئه للنادي الاهلي راجل متميز جدا جدا في موضوع الكور الثابته والست بيسز، سواء بقى ركلات ركنيه او سواء كور ثابته. كنت اتكلمت معاك هنا كذا مره يا كريم ان في شكل بيتلعب دايما كده في الركلات الركنيه، وكالعاده زي ما النادي الاهلي خد السنه اللي فاتت بطوله من الوداد عن طريق هدف محمد عبد المنعم وعلي معلول من ركله ركنيه، النهارده النادي الاهلي بيتوج بالبطوله ال 12 بنفس الكلام بركله ركنيه. مفيش علي معلول، مفيش مشكله، في حسين الشحات وفي رامي ربيعه. تعال نتكلم هنا اول لقطه في المباراه خلص دي لقطه الهدف الركله الركنيه. هنا زي ما انت شايف في حديث ما بين محمد عبد المنعم وما بين اسامه ابو علي وما بين رامي ربيعه. هنا اسامه ابو علي بيتكلم مع محمد عبد المنعم كالعاده متفقين، شوف الفريم اللي بعده طالعين طلعه خلاص، احنا طالعين طلعه وكل واحد عارف هو هيعمل ايه. عندنا طلعه خلاص اتكلم معاه. يلا محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم كالعاده هيقطع القريبه وهنشوف اللي حصل بعد كده ايه. يلا تعالى بقى نشوف الفريم اللي بعده. زي ما انت شايف هنا قبل ما حسين الشحات يلعب مين اللي بدا يتحرك؟ عبد المنعم. عبد المنعم مين وراه؟ اسامه ابو علي. مين وراه؟ رامي ربيعه. ماشي. اول محمد عبد المنعم نلعب الكره، اول ما يبدا يتحرك هو كده كده الترجي بيلعب زون ديفنس ما بيلعبش مان تو مان، فاول ما محمد عبد المنعم هيتحرك زي ما انت شايف الراجل بتاع الترجي كان بيشاور على محمد عبد المنعم عشان محفوظه ان محمد عبد المنعم هيقطع القريب. كالعاده محمد عبد المنعم هيقطع هيسبق الراجل. مين موجود وراه؟ وسام ابو علي. كل فرقه الترجي مركزه يا مع وسام ابو علي يا مع محمد عبد المنعم، وكله تناسى مين؟ رامي ربيعه. بس عاوز اوريك على حاجه مهمه جدا، كان خطا من مميش اللي لعب بطوله رائعه، وهنا الخطا ده كان بسبب اكرم توفيق. لما نلعب الكره اول ما عدت من وسام ابو علي اللي بدون اي رقابه خالص جه طلع رامي ربيعه ولمس الكره، وكان فيها توفيق كبير انها خبطت في رجل الراجل دخلت جون. تعال نشوف بقى الزاويه العكسيه. يوم. اول ما الكره خبطت في رجله تعال بقى نشوف الزاويه من الناحيه الثانيه علشان نشوف التكنيك اللي عمله لعيبه النادي الاهلي. مين اللي واقف قدام الجون يا كريم؟ اكرم توفيق. فالكره لما اتلعبت نمشي الكره كمان الفريم اللي بعده، جه هنا مميش يطلع حس ان الدنيا زحمه وهيزق اكرم توفيق، ومع ان هي في محيط مميش حارس مرمى الترجي. الفريم اللي بعده جه يطلع لا الدنيا زحمه، قام راجع تاني. قامت الكوره اول ما عدت من اسامه ابو علي بص رامي ربيعه معهوش اي حد تماما واقف مع رامي ربيعه. كل ده بسبب ايه؟ تحرك محمد عبد المنعم وتحرك اسامه ابو علي. انت هتقطع القريبه، انا هقطع في الحته اللي هي في النص بالظبط، وورانا هيكون رامي ربيعه. نفس الكره اللي كنت جبتها لك قبل كده في الماتش بتاع مازيمبي اللي هي. كان في الكونغو. نكمل بقى الفريم اللي بعده. اول ما الكره جت لمحمد لرامي ربيعه خبطت في رجل الراجل وكان في توفيق كبير جدا. تعالى بقى اخر فريم خالص معانا نشوف التحرك كان عامل ازاي. فريم قريب جدا هنا بص يا كريم، اول ما محمد عبد المنعم قطع الراجل مركز مع محمد عبد المنعم، الاثنين بتوع الترجي مركزين مع اسامه ابو علي. بص بقى اكرم توفيق عمل ايه؟ مضايق الراجل،
انا مش مع ان بص هي في السكس يارد المفروض يطلع ماميش ياخدها الطبيعي واحنا بنتفرج هو اكرم توفيق بيعمل ايه هنا بالظبط كده. فقامت الكوره عدت وصلت لرامي ربيعه علشان الكوره تخبط بعد كده في وجول الراجل بتاع نص الملعب ويجي هدف للنادي الاهلي. سلاح مارسيل كولر المعتاد في النهائيات كور ثابته النادي الاهلي بيكسب البطوله حتى كمان في نهائي القرن اللي كان ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اول هدف جه عن طريق عمرو السوليه برده من ركله ركنيه واللي كان لعيبه حسين الشحات. فتحيه كبيره لمحللين الاداء, تحيه كبيره لمارسيل كولر, تحيه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي. نجم اللقطات العظيم نجم اللقطات العظيم حبيبي يا كيمو. بص ارقام اكرم توفيق, انت عايز اقرا ارقامها دلوقتي؟ عاوز اقرا اكرم توفيق سريعا لا قبل ما نيجي على اكرم توفيق. استنوا يا جماعه اكرم توفيق عشان انا قلت له دلوقتي نجم اللقطات العظيمه, خش على التاني بقى نجم اللقطات العظيمه برضه عشان هو برضه هتلاقيه قبل ما نروح قبل ما نروح للقطه ما تبوظليش. لا هربط الاثنين ببعض, هربط الاثنين ببعض. نادي الترجي اثناء وتعقيبا على كلام محمود استقبل هدفين في اخر اربع مباريات بنفس الشكل ده, واحد منهم في كاس تونس والتاني امام الملعب التونسي, عرضيه من الناحيه الشمال اتلعبت, ثلاث لعيبه قطعوا, واحد قطع على العرضه القريبه, واحد قطع في النص, واللي خدها اللعيب اللي على العارضه البعيده. ونفس الخطا غلطه ماميش امان الله ماميش, طلع وبعدين رجع وبعدين راح طالع عامل دايف. اتكلمنا على اللقطه دي هنا وفي تحليل مباراه الذهاب كان ايه انه عنده مشكله في الخروج في الكره العرضيه. ده معناه ايه ان مارسيل كولر ذاكر كويس جدا مليون في الميه ومعاه المحللين, عشان كده انا طبعا باكد على كلام محمود مليون في الميه طبعا. ربط بقى بالهدف أيوة واللي جابه رامي ربيعه ايوه وسخريه القدر ايوه. قبل المباراه مباشره كان واحد من المشجعين التونسيين اول ما جه مصر بيسالوه بيقولوا له انت خايف من مين؟ ده كان في تونس واحد وهم جايين فقال له انت خايف من مين؟ قال له انا خايف من رامي ربيع. كل الناس حفله قعدت كل الناس رامي ربيع انت خايف من رامي ربيع ليه؟ ده راجل مدافع. لا والناس هزرت قالت لك لا ده احنا اللي خايفين منه, ده احنا اللي نخاف منه, ده احنا مش عارف ايه ده اللي حصل. ويشاء القدر ان النهارده اللي يجيب الجول هو رامي ربيعه. شوف اللقطه بتاعت المشجع التونسي اللي من الواضح ان هو الوحيد اللي كان عارف وكان خايف وقلبه كان حاسس باللي هيحصل النهارده. تعالى نشوف اللقطه. يلا نشوف نشوف اللقطه بتاعت مشجع التونسي وبيتكلم على رامي ربيعه. هي الاهلي كاسح عنده يوم عندك بيرسيتاو عندك رامي ربيعه. هي الاهلي كاسح عنده يوم عندك بيرسيتاو عندك رامي ربيعه. هي الاهلي كاسح عنده يوم جائزة احسن مشجع في العالم تنبأ ب انا النهارده جمهور النادي الاهلي تنبأ برامي ربيعه, تنبأ مثلا ولا رامي ولا حد غيره تنبأ ده المشجع الوحيد اللي لازم ياخد جائزه. ده المشجع الوحيد في العالم اللي هو اللي كان عارف, احنا ما حدش فينا كان عارف, هو الوحيد اللي كان عارف فاستحق الجائزه. والنهارده برامي ربيعه ما حبش يزعله يعني وكافئه على خوفه واحرز الهدف في اللي لقطه عظيمه اخرى. بص احنا هنمشيها النهارده مباراه تلاقي لقطه عظيمه هنا لقطه عظيمه هنا لقطه عظيمه هنا واحنا كلنا مبسوطين النهارده. لقطه عظيمه اخرى ايه اللي فرق النادي الاهلي النهارده عن المباراه الاولانيه بتاعه تونس؟ ان النادي الاهلي النهارده مارسيل كولر عمل طريقه مختلفه شويه في طريقه لعب او تطور الهجمه بتاعه النادي الاهلي, انه بيعزل اللعب في حته بعد كده بيلعب الكره العكسيه للنجم امام عاشور. ليه بقول نجم؟ عشان هو دايما مصدر المشاكل كله لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي هو امام عاشور. وبالمناسبه الهدف الاول اللي جه من ركله ركنيه كان السبب في امام عاشور. تعال نشوف ايه اللي كان بيعمله مارسيل كولر كان مختلف النهارده في لقطتين ثلاثه بالظبط, ازاي انه بيعزل وبيلعب الكره العكسيه الناحيه الثانيه. لما نيجي نستعرض اللقطات بتاعه هجوم النادي الاهلي دي اللقطه اللي جه منها الكوره بتاعه الركنيه اللي جه منها هدف النادي الاهلي. زي ما انت شايف النادي الاهلي بيحضر كوره, اكرم توفيق هيسلم الكوره لبيرستاو. مين اللي في نص الملعب؟ ده امام عاشور. شوف الفريم اللي بعده, اول ما بيرسيتاو هيستلم الكره بص امام عاشور فين؟ بعيد خالص عن الكره اللي هيجي لي في المجال. هنا حسين الشحات خد الراجل الباك رايت وبدا يخش جوه الملعب. نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي على طول ان حسين الشحات هيبدا يشاور ان هو يلعبها له هنا, فسحب مع الراجل اتفضت المساحه. بص بقى امام عاشور بيعمل ايه, هو من قبل نص الملعب بيشاور عارف الكره هتلعب له الناحيه الثانيه. قام جه بيرسيتاو قطم لجوه الملعب وقام لعب الكره الطويله لمين؟ لامام عاشور الناحيه الثانيه خالص. أما النادي الأهلي إمام عاشور استلم الكرة نمشي بقى الفريمات اللي جاية دي. هنا بقى مهارة إمام عاشور, لعيب نص ملعب متكامل. يعني إيه متكامل؟ يعني بيعمل كل حاجة في لعيب الكرة الهجومي. استلم الكرة راجل راح عليه واحد على واحد, قام داخل لجوه عمل نفسه يرقص, خد الزبون على السبتة ده رقصه اللي دخل دي بيه لجوه, وقام رايح لعب كرة عرضية. أول ما الكرة اتلعبت ده كان ممكن يجي هدف للنادي الأهلي,
طلع الراجل الكوره وصلت ليه كريم فؤاد، ام كريم فؤاد مرقص الراجل ولاعب الاوفر اللي طلع وجي منه الركله الركنيه الاولى للنادي الاهلي. هل ده صدفه يا كريم؟ ده مش صدفه. تعال نشوف الكوره اللي بعدها، نفس الكلام برضو. النادي الاهلي هنا امام عاشور هيحاول يستلم الكوره في نص الملعب، مين هنا موجود؟ كريم فؤاد. اول ما محمد عبد المنعم يستلم الكوره كان امام عاشور عاوز يستلم الكوره في وسط الملعب. بص كريم فؤاد مين بيشاور عاوز يستلم الكوره، نمشي الفريم اللي بعده. فبعد كده اتلعبت الكوره، كل ده انت بتنور لعيبه، كل ده اتلعبت الكوره لكريم فؤاد. بص بقى امام عاشور هنا، بص قبل ما اجري انا هجري اروح فين؟ بص لقى مين جاي؟ حسين الشحات نزل. بص بقى مين تحت بيشاور كامل. العب لقدام مارسيل كولر. ارجع ماشي السؤال اللي فات، نرجع للقطه دي. اول ما كريم فؤاد استلم الكوره بيقول له العب الكوره فين؟ العب الكوره في الحته دي. ليه في الحته دي؟ عشان حسين الشحات جه سحب مين معاه؟ سحب معاه الباك اللي معاه. نكمل الفريم اللي بعده، ادي حسين اتلعبت الكوره سوري الراجل حسين ده سحب الراجل معاه، اتفتحت المساحه اتلعبت لامام عاشور كالعاده. وعلي معلول موجود، كريم فؤاد موجود، كل اللي بيجي بيقدم الحاجات اللي بيقدمها مارس كولر. خد هنا الكرة امام عاشور، وهنا برضه عاوز احيي امام عاشور في الكرة دي، حاول يرقص، حاول يلبس الراجل كوبري، الكرة اتقطعت منه. ولكن بص على امام عاشور اللي بيلعب اول نهائي بطولة افريقية ليه، كرة اتقطعت، خد الكرة الراجل من امام عاشور، اتحولت المفروض ان هي تحول هجمه لنادي الترجي. بص بقى كريم الغل بلغه الكوره، الراجل جاي مرقصه تاني، سلم المساك اللي جنبه، قام امام عاشور عامل تاكلينج. وبعد ما هما الاثنين وقعوا على الارض، الراجل قام قايم واخد الكوره، امام عاشور الفريم اللي بعده خد الكوره عليه اثنين لعيبه، وقام جاي مرقص الراجل تاني وادى الكوره بعد كده لمين يا كريم؟ لحسين الشحات، عشان تفضل زي ما هي هجمه للنادي الاهلي. اخر لقطه معانا في تغيير الملعب هوريها لك عشان تعرف النادي الاهلي كان بيلعب على الكوره دي. نفس الكلام هنا، النادي الاهلي اكرم توفيق معاه الكوره في وسط الملعب، نشوف الفريم اللي بعده على طول. نفس الكلام هنا، هتلاقي امام عاشور واخد معاه الراجل ينساس، والراجل رقم اثنين معاه باكرات، الكوره برده هتتلعب طويله لحسين الشحات. وهنا يا كريم اول ما حسين الشحات استلم الكوره، اللينك اللي ما بين دايما حسين الشحات وامام عاشور، اول ما الكوره تكمل هتلاقي حسين الشحات لعب الباص على طول لامام عاشور، امام عاشور هيسلم الكوره مره ثانيه لحسين الشحات. بص بقى مين هناك بيرفع ايده، بيرسي تاو، قام حسين الشحات استلم، حاول يعملها تشيب من فوق خط الدفاع ولكن قلشت شويه وطلعت بره. اذا النادي الاهلي اول ربع ساعه كانت دي طريقه ضغطه، ودي كانت الطريقه الهجوميه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها. فمارسيل كولر بصراحه بحييه على طريقه الهجوم بتاعه النادي الاهلي النهارده. هروح لفاصل، بعد الفاصل عايزك تجيب لي حاجه حلوه كده لمصطفى شوبير، عندك ولا ما عندكش؟ هنجيب من بره، ما عشان خاطر ما ننطش هبدل، مش عايز عشان ما ننطش، لا هروح اكمل على امام عشان ما ارجعلوش تاني. بعد احنا ممكن نتفاهم في الفاصل. طب يلا ايه رايك؟ سهل يلا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع جيمي وشاكر، خليكم معانا. قبل الفاصل سالت جيمي عن مصطفى شوبير ورايه فيما قدمه طوال هذه البطوله، قال لي بس عايز اقول حته على امام عاشور، عشان برضه هو انت عارف جيمي ما يفوتش حاجه عن امام عاشور، يحب امام عاشور، متعاقد معاه، متعاقد مع امام عاشور السنه اللي فاتت وامام حصري. لا بس بصراحه هو امام عاشور يستاهل انك تتكلم عنه كل مره بصراحه. مليون في المية امام عاشور كريم يستاهل اللي اتدفع فيه. والاهلي محظوظ بانه عنده امام عاشور، وامام عاشور محظوظ جدا 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 بانه موجود في النادي الاهلي. امام عاشور بياخد كاس مصر، بياخد بطوله السوبر المصري، بيشترك في كاس العالم للانديه لاول مره، بيسجل في كاس العالم للانديه، بيحصل على رجل المباراه في كاس العالم للانديه، وبيتوج النهارده بدوري ابطال افريقيا لاول مره في مسيرته. النهارده ونروح للقطات، بس قبل ما نشغل اللقطات، النهارده عنده رقم لم يحدث في هذه البطوله، بيحصل اول مره النهارده. 6 مراوغات ناجحه لامام عاشور، 6 على 6، 100% في كل مره كان بيروح يلاقي على لعيب من الترجي كان بيعدي 6 على 6. مفيش لاعب في دوري ابطال افريقيا في كل المباريات في النسخه الحاليه عنده رقم 6 على 6 في اي مباراه. هو الرقم ده حلو بس في لقطه كان محمود شاكر لسه جايبها دلوقتي، حاول يعدم اللاعب. بس سلام عليك، ما رضيتش والله، كملت ورجعها لان هي نفس الهجمه. لا بس اتقطعت، كملت ورجعها لان نفس الهجمه، لانه خد الكره قبل ما اللعيب تاني يطلع بيها. ده صراع ثنائي، خد الكره في الاخر. نقول 6 من 7 يا كابتن. 6 من 6 ماشي خلاص. طب ازاي يا كابتن وهو استحوذ على الكره مره ثانيه لعيب الترجي يا كابتن؟ ما طلعش بيها، فضلت الكره معاه خدها منه. اللي انت شايفه يا كابتن محمد. المهم امام عاشور يا كريم عايز لعيب بيلعب في الديب لاين، بيشتغل في مناطق عميقه في الملعب وبيبتدي يعمل اسيستات، موجود. عايز يشتغل جناح،
موجود عايز يشتغل ويعمل بنتريشنز ماشي الفريمز. دي اللقطه عشان ما ناخدش فيها وقت اللي كان بيشرحها محمود من شويه والبنتريشنز اللي كان بيعملها واستغلاله للمساحه دايما على الناحيه الشمال كجناح ايسر. اللي بعديها على طول ماشي الفريم اللي بعده. دي كانت اللقطه الاولانيه اتكلم فيها محمود. روح اللي بعده الحاله اللي بعديها على طول. الحاله اللي بعديها دي اللقطه اللي تم احراز منها الهدف بعد كده من ضربه ركنيه. الكره اللقطه اللي بعديها على طول امام عاشور هنا وهو موجود فين؟ موجود على خط ال 18. بص بقى كريم, لعيب عنده القدره, لعيب وسط ملعب عنده القدره انه يعمل ترانزيشن ويحط الكره تحت رجله ويقطع 40 50 متر واللعيب اللي قبله يرقصه. ادي الاولاني عدى منه راح الثاني راح معدي منه راح ضربه. منين قطع الكره؟ منين؟ من على نقطه خط منطقه الجزاء بتاعه النادي الاهلي لحد ما راح على التلت الاخير بتاع نادي الترجي. الفريم اللي بعده, يلا الفريم اللي بعده على طول, يلا الفريم اللي بعده كمان الودي. كمان ماشي. كمان بص هنا نفس القصه, بياخد الكره امام عاشور طول الوقت حل موجود سواء في عمق الملعب او على الاطراف طول الوقت. لعيب متعدد المهام, انت بتتكلم على لعيب اينما طلب منه انه يتواجد بيتواجد. كمل الفريم اللي بعده على طول. الفريم اللي بعده الراجل ما عندوش مشكله انه يعمل ترنات ويغير الملعب ويشتغل على الاطراف ويشتغل في العمق. كمل كمان الفريم اللي بعده. بص هنا كمل, هينزل يستلم, كمل هياخد الكره ويكمل ويفنت. الراجل ما عندوش ازمه خالص, ما عندوش ازمه انه يعدي في اي وقت من الاوقات, انه يعدي طول الوقت, يعدي واحد على واحد, هيعدي هنا الراجل هيضربه ويعمل معاه فاول. الفريم اللي بعده, الفريم اللي بعده وبيعمل اسيست. منين؟ بص بقى, بص نازل فين يا كريم؟ نازل على اول خط للنادي الاهلي, نازل في الخط الدفاعي في الدقيقه 35. الراجل نازل في مركز الباك ليفت اللي هو مكان كريم فؤاد وسايب كريم يطلع هيحطها تمريره طوليه صحيحه على الجانب الايسر لحسين الشحات. اللي بعده, الفريم اللي بعده, اخر فريم. ماشي خلاص نروح لمصطفى شوبير. تروح لمصطفى شوبير؟ نروح لمصطفى شوبير. نروح لمصطفى شوبير. عايز تقول ايه عن مصطفى شوبير؟ مصطفى شوبير يا كريم الحارس الأول الذي يتوج في البطولة بتسعة على تسعة. الناس الأهلي استقبل هدف, لكن الهدف ده ما استقبلوش مصطفى, استقبله محمد الشناوي في مباراة يانج أفريكانز. الحارس الأول اللي يتوج بالبطولة بتسعة على تسعة. لما يكون نادي الأهلي بادئ في بداية البطولة بثلاث مباريات عنده تعادلين في أول ثلاث مباريات والبداية مش جيدة, ويكون على حظ مصطفى شوبير العثر مع إصابة محمد الشناوي خارج يلعب أمام مدياما في غانا وخارج يلعب بلوزداد في الجزائر, ويطلع مصطفى شوبير هو نجم اللقاءين بخمس تصديات خطرة في اللقاء الأول وخمس تصديات خطرة في اللقاء الثاني, وبعدين يروح يلعب سيمبا يبقى عنده سبع تصديات ورجل المباراة, يلعب مازيمبي ثلاث تصديات منهم فرصة هدف محقق وهو رجل المباراة, مليون في المية ونمشي اللقطات واحنا بنتكلم, مليون في المية مصطفى شوبير هو رجل البطولة. بالنسبة لي دي بطولة مصطفى, دي بعض التصديات واحنا بنتكلم, مش علق عليها تشتغل واحنا بنتكلم, دي بعض التصديات في مباراة يانج افريكان سواء في سيمبا سواء في مباراة بولوزداد وفيها مباراة ميدياما مباريات خارج الأرض وكلها تصديات صعبة جدا وقريبة جدا. هو الحارس الأكثر تصديا وتعرضا للكرات رغم انه مين؟ انه بيلعب في الفريق البطل. فده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الأهلي كان بيتعرض لهجمات كتير جدا جدا طول الوقت. فشوبير بالنسبة لي بيعمل بطولة إعجازية برقم إعجازي. بالنسبة لي هو اللاعب الأحق أنه يكون أهم لاعب في البطولة وأفضل لاعب بطولة مع كل التقدير لكل لعيبة النادي الأهلي, وبلا شك هو الحارس الأفضل في هذه البطولة, مليون في المية هياخد أفضل حارس في البطولة. اللي احنا بنرده ده جزء من كل اللي عمله مصطفى شوبير. بالنسبة لي هي بطولة للتاريخ, أداء استثنائي يقترب من أداء إعجازي لحارس مرمى لم يكن يشترك من قبل, واستعاد اخيرا. معلش ارجع للصوره اللي فاتت, دول اعظم تصديين بالنسبه لي في البطوله. دي تصدي في مباراه الوداد النسخه الماضيه ساهمت في فوز النادي الاهلي بالبطوله. الصوره اللي بعديها على طول تصدي اعجازي في مباراه الذهاب ودي ما خدناش بالنا منها في اللايف ساعتها. الكره اللي بعديها من رودريجو هدف من جوه الست, راجل بيلعب الكره لمسه. واخيرا اهم صوره من مصطفى شوبير انه راح لامان الله مميش, عامل ضرب سبرنت يا كريم بعرض بطول الملعب بعد صفاره الحكم مباشره, وراح طيب خاطر الراجل وقال له انت قدمت بطوله كبيره. وبالمناسبه مصطفى علق بعد البطوله وقال ان امان الله مميش هو افضل حارس في البطوله. عشان ما تتفرجش عليا, لو اتفرج عليا في المقدمه تمام. فهي احلى لقطه لمصطفى الشبيري النهارده لما طلع في اتوبيس الترجي كمان بعد المباراه طبعا. وكان بيواسي مميش ولاعيبي الترجي في اتوبيس المباراه كمان. محمود شاكر يلا بينا اللقطه الاخيره ليك. اللقطه الاخيره اللي هنتكلم عليها هو مارسيل كولر مدرب عبقري ولا مارسيل كولر مدرب داهيه؟
هو راجل تحسه طيب كده، بس في الاول وفي الاخر مارسيل كولر مش طيب خالص في الكوره. النهارده الناس كلها سالت هو ديانج ليه نزل وايه اللي حصل بعد ما ديانج نزل. تعالى نشوف ديانج نزل ليه. يلا الشوط الثاني النادي الاهلي كان متراجع بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي كان بيستقبل اللعب بشكل كبير، فالناس كانت متضايقه وزعلانه. تعالى نتفرج هنا على لقطات اللي كانت اخطر ثلاث كور، ودي اول فرصه للترجي في المباراه. يلا. هنا الترجي بيحضر الكوره، عاوزك تتفرج على الراجل اللي في نص الملعب اللي اسمه يانساس اللي هو اللعيب رقم 10. نمشي الفيرمات واحنا بنتكلم. اول ما الترجي هيستلم الكوره دايما كان الراجل ده بيتلعب الكوره فيه في ظهر خط النص بتاع النادي الاهلي. اول ما الراجل بيستلم هياخد الكوره هيلف بامام عاشور، وبعد كده كريم هيزق وهيلعب هيزق الكوره وهيشوط واحده. دي كانت اول فرصة لنادي الترجي في المباراة. إذن الراجل ده بينزل يستلم ما بين الخطوط. تعال نشوف الصورة اللي بعدها. الراجل لغاية الشوطة اللي اتشطت، ودي كانت أول هجمة على النادي الأهلي في الدقيقة 53 في المباراة أصلا. الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو. مين هنا اللي بيحضر؟ هتلاقي ان النادي الترجي بيحضر. بص يان ساس اللي في نص الملعب اللي بيعمل ايده كده لو عاوز يستلم الكوره، وبص على الراجل رقم 6. بص هنا على مروان عطيه بيشاور لمين؟ بيشاور لاسامه ابو علي انه ينزل يضغط على اللعيب رقم 6. مارسيل كولر تحت عمال بينادي على حد، حاط ايده على بقه بينادي على حد. شوف الفريم اللي بعده هتلاقي ان مارسيل كولر عمال ينادي على اسامه ابو علي بيقول له اضغط عليه، ومروان عطيه لسه بيشاور لاسامه ابو علي. بص بقى على الراجل اللي بيستلم ما بين خطوط النادي الاهلي، ما بين خط الدفاع وما بين خط النص. اول ما الباص هيتلعب له يا كريم كره هتتحول خطره جدا لنادي الترجي، ولكن اكرم توفيق راح بمنتهى القوه وقدر ان هو يعمل تاكلينج. طب تعالى نشوف اخطر فرصه جت لنادي. كل ده بيحصل في 6 7 دقائق. كره بقى الاخيره اللي بعديها حصل الحل العبقري من مارسيل كولر. نفس الكلام يا كريم كده. بص الراجل هنا برضو بيستلم لوحده اللعيب اللي اسمه يان ساس. نمشي الفريم اللي بعده. الراجل برضو بص هيستلم اللي جنب الحكم. اول ما اتلعبت له الكره يا كريم الراجل هيستلم وبمهارته كبيره جدا لف لعب دبل باس مع الراجل رودريجيز، هيلعب له الباس تاني. اول ما الوان تو ده اتعمل بص الراجل قام لاعب كوره. دي كانت اخطر كوره على النادي الاهلي. مارسيل كولر يقعد يتفرج زينا؟ لا. تعالى يا باشا نزل ديانج. طب هو ديانج هيعمل ايه؟ تعالى نشوف ديانج نزل راح وقف فين. اول ما ديانج نزل بعديها بالظبط بدقيقه الراجل اللي احنا بنتكلم عليه ايه، الراجل بتاع اللي هو في نص الملعب اللي هو ابو شعر اصفر ده اللي هو رقم يانساس، فين ديانجا كريم؟ رايح له. ديانجا قام رايح له. انت بتاعي. فضل واقف مع الراجل. اول ما يروح في اي حته ديانج مال نص الملعب. طب هو مال نص الملعب ليه؟ وسحب حسين الشحات ليه؟ عشان حسين الشحات يعمل برضه عمق في وسط الملعب ويبقى ماسك الشعلاني. فبقى ديانج شوف زي ما انت شايف كده ساب كل الملعب في الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي. ومين رجع يلعب بقى تحت مع الراجل اللي هو رقم 6 اللي كان مارسيل كولر بيداري؟ هتلاقي على طول اكرم توفيق زق معاه، فبالتالي نزل حسين الشحات مكان اكرم توفيق، واكرم توفيق اللي بيزق مع رقم 6. بص ديانج واقف فين؟ واقف مع الراجل اي حته يروح فيها. بعدها بربع ساعه الراجل قام مطلع الراجل ركيان ساس ده طلعه بره المباراه خالص. تغيير عبقريه من مارسيل كولر اللي الناس بجد لازم تدي له حقه. مدرب عظيم. صحيح. معايا دقيقه وعارف انك نفسك تتكلم كتير على اكرم توفيق، بس لازم تدي له حقه. طيب انا يعني نشغل لقطات واحنا بنتكلم على اكرم توفيق. اكرم توفيق النهارده يا كريم بيقدم مباراه بريحة أكرم توفيق أول ما بدأ مشاركته مع النادي الأهلي. أكرم توفيق بيقدم أفضل أداء للاعب وسط ملعب في البطولة بالكامل. 15 استخلاص من 15 فوز بالكرة من 18 التحام ثنائي. أنت عارف يعني إيه لعيب في فاينل تشامبيونز ليج أفريقيا بياخد 15 كرة، 15 إفساد للهجمة من المنافس، و8 تاكلينج ناجحين، وساهم في فرصة صناعة فرصة لوسام أبو علي خلال المباراة. عنده 40 استخلاص للكورة وفوز بالتحامات ثنائية في 4 مباريات شارك فيهم في دوري أبطال أفريقيا. هو المعدل الأعلى لأي لاعب وسط. 10 كرات في المباراة، 10 صراعات ثنائية بيفوز بيهم الراجل في المباراة. قدم مباراة وأفسد كل هجمات الترجي، وناس كتير استغربت هو ليه بيسحب مروان وسايب اكرم في الملعب. علشان ده ناس تركز في الفريمز، واحنا بنتكلم هتلاقي ان كل الفريمز اللي بتتعرض دي افساد لهجمات خطره جدا او مرتده او الحصول على الكره في عمليه الضغط العكسي. عشان كده الاهلي استعاد ملك الصراعات الثنائيه، ملك الكره الثانيه اكرم توفيق في مباراه اليوم. علشان كده عن جداره واستحقاق هو اتكرم بعد المباراه كرجل المباراه، وده كان اقل حاجه يتكرم بيها اكرم توفيق عن ادائه في الفتره الاخيره. وتوجت مباراه النهارده علشان يكافئ على فتره طويله ما بين اصابات وما بين فتره قعد فيها على الدكه.
جيم انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرك محمود انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كريم. ما اكدبش عليكم انا فرحت قوي ان الاهلي النهارده ان هو كسب البطوله، انبسطت جدا بالمباراه النهارده، بس عجبتني المباراه دي النهارده اكتر. المباراه الحلوه اللي بينكم والله يا جماعه مع الناس جامده جدا جيمي يعني والله الاثنين عاليين قوي يا جماعه، محمود شاكر ومحمد جمال، ده يرقص وده يشوط وده يرقص وده يحطها بدماغه، حاجه عظمه العظمه. انا بشكركم شكرا جزيلا. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، فرحت كل مصر النهاردة، نادي عظيم نادي كبير دائما وأبدا، فوق نجم عالي ومفيش إيدين بتوصل له، النادي الأهلي دائما وأبدا على منصات التتويج. ختام حلقتنا النهاردة، أشوفكم يا رب على ألف.